السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. معاكم دهشان حسن دهشان، ومعانا في حلقه جديده من حلقات اللي بنسجلها فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقتنا النهارده هي الحلقه رقم 58، بدايه من فارما تيوب. حلقتنا النهارده هي بدايه لشابتر جديد. الشابتر الجديد اللي معانا النهارده هنتكلم فيه عن اول موضوع لينا، وهو شابتر البون اند جوينت ديس اوردرز، امراض العظام والمفاصل. اول موضوع لينا النهارده فيه هو الجاوت وي اند هايبريوريسيميا. الجاوت ده بالعربي اللي هو النقرس، هايبريوريسيميا هو زياده اليوريك اسيد في الدم. لو جينا نفصص الكلمه كده، اي حاجه فيها ايميا دي حاجه ليها علاقه بالدم، هايبر يعني زياده، يوري جاي من يوريك اسيد، فهو هايبريوريسيميا تعني زياده اليوريك اسيد في الدم عن المعدل الطبيعي. طيب النقرس ده حاجه يا جماعه، حماده بيقول زي ما بيقولوا كده حماده، والهايبريوريسيميا حماده تاني خالص، يعني دي حاجه ودي حاجة تانية، عشان الحلقة بتاعتنا النهاردة فيها مفاهيم كتير مغلوطة عند البعض. يعني موضوع النقرس ده يا جماعة فيه مفاهيم علمية أو معلومات علمية مغلوطة عند مش عايزين نقول البعض، لا عند المعظم من الناس. فإن شاء الله في حلقتنا النهاردة هنحاول نصحح المفاهيم دي على قد ما نقدر. حلقتنا يا جماعة محدثة بشكل كامل، وشكل يعني فيها مجهود في التحديث بشكل كبير. يعني من ضمن اللي بيأكد على كلامنا، في دواء نزل فيه من 8 شهور، احنا حلقتنا النهارده بنسجلها بتاريخ 21/8/2016، في دواء نزل في شهر 12، في اخر شهر 12/2015، يعني حوالي 8-9 شهور. الدواء ده يا جماعه محدش لسه يعرف عنه حاجه قوي، ما اتشرحش بشكل كبير، في معظم الويب سايتس مش بتشرحه بشكل كافي او مش موجود عندها بشكل كافي. معظم الحاجات المحدثه، كتاب البورد المحدث مفيش لسه ما تعرفش عنه حاجه. فدي من ضمن الحاجات اللي بننفرد بيها كموضوع احنا بنشرحه عن باقي المواضيع اللي ممكن تبقى متوفره بنفس الموضوع، ممكن تبقى متوفره في سورس تاني او مصدر اخر. طيب اتفقنا ان احنا مقسمين في الفارما جايد يا جماعه الشباتر، بنقسمها على حسب السيستم. يعني ايه سيستم؟ يعني احنا بنتكلم على سنتر نيرفس سيستم، كارديوفاسكولار سيستم، جي اي تي. احنا بقى السيستم بتاعنا هنا البون اند جوينت، ده بالنسبه للسيستم اللي بنتكلم فيه. طيب في بعض المواضيع مش مالهاش سيستم، زي الشابتر اللي فات كان نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز والهيماتوبويد دراجز، دي خلينا سيستم كده، او خلينا سوري خلينا شابتر كده. في موضوع زي الكيمو سيرب، مجموعه من الادويه اسمها كيمو سيرب، دي مالهاش سيستم قوي فهنحطها لوحدها. فبالتالي معظم تقسيمتنا في فارما تيوب وفارما جاد على حسب ايه السيستم بتاع احد الانظمه بتاعه الجسم اللي بنتكلم فيها او الاجهزه بتاعه الجسم. طيب خلينا بقى نبدا موضوعنا، جاوت والهايبرسيما. اول كده حاجه اتفاق ما بيننا، ده حماده وده حماده تانية خالص، ده الاتفاق ما بيننا الاول. طب قبل ما نبدا الموضوع بتاعنا يا جماعه، تعالوا بينا نشوف احنا هنشرح ايه في الشابتر ده. طيب شابتر البون والجوينت ديس اوردرز هنشرح فيه اربع مواضيع مهمه، ودي اشهر اربع مواضيع واهم اربع مواضيع في الامراض بتاعه العظام والمفاصل. اول حاجه الجاوت والهايبرسيما، ده موضوع حلقتنا النهارده ان شاء الله، يبقى موضوع يعني هو على فكره الشابتر يعني لذيذ شويه، ما هوش مكلكع قوي يعني، موضوعاته حلو قوي. طيب الحلقه الجايه ان شاء الله روماتويد ارثرايتس، وبعدين هنتكلم على الاوستيو ارثرايتس، وبعدين الاوستيوبروزس. الاوستيوبروزس من ضمن المواضيع اللي احنا كنا ممكن نشرحها في جزء الهرمون، يعني لاننا بنحتاج شويه معلومات من جزء الهرمونز، ده جزء هنشرحه ان شاء الله شابتر قادم باذن الله. ولكن هنحاول على قد ما نقدر نجيب المعلومات اللي احنا محتاجينها دي ونشرحها، ولذلك خليناه كده في اخر موضوع عشان نبقى رايقين ليه كده. ولكن هو كموضوعه الصحيح ان احنا نحطه في البون والجوينت ديس اوردرز، ده اساسي، يعني ما ينفعش ان احنا نحطه في جزء الهرمونز، ولكن بعض الكتب ايضا بتشرحه في جزء الهرمونز، ولكن يعني هو الاساس او الصح ان احنا نحطه في ايه؟ في الجزء ده. ولو عايزين حاجه نفهمها بالهرمونز هنجيبها ونفهمها، يعني ما تلاقوش خالص ان شاء الله. فاربع مواضيع مهمه قوي، ويعني من الحاجات المهمه قوي، يعني اللي يفهمها يبقى بيلم بحاجات مهمه قوي، في سواء كان كصيدلي او طبيب غير مختص هيلم بحاجات كتير قوي. خلينا بقى نبدا موضوعنا، هو الجاوت والهايبريوريسيم. اتفقنا ان ده حماده وده حماده تاني خالص، خلاص تعالوا بينا نتكلم كاوفر فيو عن الجاوت بكل بساطه كده عشان اجيب لك الموضوع بكل بساطه. جاوت يعني اعراض، جاوت يعني اعراض، ظهور اعراض، ما ظهرش اعراض مفيش حاجه اسمها جاوت. هتقول لي بقى تحليل مش تحليل، ما ظهرش اعراض مفيش حاجه اسمها جاوت، دي كده اول مفهوم كده نحطه في دماغنا. بيتميز بايه الاعراض دي؟ سادن سيفير اتاكس من البين والريدنس والتندرنس، يعني ايه؟ فجاه كده، فجاه يحصل فيه اتاك، هجوم حاد مكون من الم احمرار، التهابات، الم مشع كده. ده بالنسبه لي العلامه المميزه ان انا اقول ده نقرس او جاوت. بيحصل فين؟ في المفاصل. طب ايه اشهر مفصل؟ المفصل هو بتاع الصباع الكبير اللي هو البيج تاو، بنقول على الصباع الكبير بيج تاو، المفصل بتاعه اللي هو زي اللي في الصوره عندنا. تعالوا بينا نشوف الصوره اللي وصلنا الاول. الصوره دي الرسام رسمها سنه 1799،
تاريخ قديم قوي. طب الصوره دي بتوضح لي ان في واحد رجله كده زي ما نقول زي ما نقول في معاناه شديده هو بيعاني منها عن طريق ان في وحش او شيطان، هذا الوحش او الشيطان بياكل في انسجه رجله خاصه في المنطقه دي وعامله له التهابات والم شديد. هو بيعاني الشخص ده الرسام بيوضح حجم المعاناه اللي بيعانيها مريض النقرس اللي بيبقى عنده مشكله او حاجه في المفصل بتاع المفصل اللي هو زي ما احنا شايفينه في الصوره ده، هذه المشكله مخليه عنده الم واحمرار والتهابات شديده جدا لدرجه ان في حد بياكل في الانسجه دي. ده تعبير قوي جدا للمريض بتاع النقرس لما بيجي له الهجوم الحاد من النقرس. طب ايه النقرس ده اصلا؟ عباره عن ايه الاول قبل ما نتكلم في الاوفر فيو؟ هو عباره عن تجمعات لكريستالات يا جماعه، في كريستالز كده بتتجمع في المفاصل. الكريستالز اللي بتتجمع في المفاصل دي بتيجي من اليوريك اسيد. اليوريك اسيد في الدم لما بيبدا ان هو كده بيحصل له تجمعات كده على هيئه كريستالز. الكريستالز دي عامله زي السكاكين كده بتتجمع في المفاصل وتعمل كتله. لما تتجمع في المفاصل وتعمل كتله فين في المفاصل؟ في الفلويد بتاع المفاصل، السائل المحيط بالمفاصل، بتتجمع وتعمل كتل كده او تتجمع مع بعض. التجمع ده يا جماعه وشكل الكريستالز دي عامله زي السكاكين، فبتعمل التهابات في الانسجه وتعمل الم شديد في الانسجه. فالشخص ده بيعاني من هجومات، يعني مش بيعاني على طول من الالم، لا هجوم هجوم كده بيستمر في الغالب بدون علاج، بيستمر حوالي 7 ل 10 ايام. هجوم لمده 7 ل 10 ايام يبدا يحس بالام كده، ان الصباع ده يبدا يورم معاه احمرار التهاب اللي هو على حسب المفصل اللي متجمع فيه اليوريك اسيد ده الكريستالز دي، ويبدا يحصل له الهجوم ده لمده 7 ل 10 ايام. لو هو ما بيتعالجش من الهجوم في الغالب بيستمر المده دي، بعد كده خلاص الهجوم بيختفي، ما بقاش عنده بقى في الغالب لو هو في البدايه ما بقاش عنده اعراض خالص، وبيبدا يعيش حياته عادي جدا لغايه لما يجي له هجوم مره اخرى. يبقى الجاود ده عباره عن ايه؟ عباره عن لما في حاله الاتاك، في حاله الهجوم، بيبدا عنده ظهور الاعراض اللي انا قلت لكم عليها. يبقى انا عندي نقرس، يبقى عندي ايه؟ اعراض. ده اهم حاجه في الجاود. طيب كلمة جاوت، هي الكلمة دي بتستخدم من 1200 سنة بعد الميلاد. من 1200 سنة بعد الميلاد تم استخدام كلمة جاوت، وهي جاية من كلمة لاتينية اسمها جوتا. جوتا دي معناها ايه بالانجلش؟ معناها ادروب، سقوط. سقوط ايه؟ بيقول لي سقوط مواد، هذه المواد سقطت من الدم في المفصل او في حوالين المفصل وهي اللي سببت الالم. يبقى حصل سقوط لمواد من الدم في المفصل او حوالين المفصل وهي اللي سببت المرض، فلذلك سموه جاوت، جاي من الكلمه اللاتينيه اللي هي جوتا معناها سقوط، ادروب بالانجلش. ده كده المعنى وفهمناه. طيب الجاوت كديزيز اتوصف اول من وصفه هم القدماء المصريين في ورق البردي، الكلام ده من حوالي 2600 سنه قبل الميلاد. وصفوا ان في ارثرايتس، في التهابات في البيج تاو، في وصفوا كده ان في كان في ناس بيتعرضوا لالتهابات شديده جدا في البيج تاو. البيج تاو ده اللي هو الصباع الكبير، وده يا جماعه اشهر مفصل بيتكون فيه الكريستالز اللي انا قلت لكم عليه. يبقى اشهر مفصل من المفاصل عند حوالي 90% من الناس، اشهر مفصل بيتكون فيه الكريستالز دي هو المفصل بتاع الصباع الكبير اللي هو البيج تاو، ده بيتكون فيه. فهم القدماء المصريين في ورق البردي شرحوا ان في حاجه بتحصل للناس دي، ان بيحصل لهم التهابات في الصباع رجل الكبير، فبالتالي ده وصف للجاوت، وده كان اول وصف اتوصف في تاريخ الكلام ده من 2600 سنه قبل الميلاد. الجاوت ده يا جماعه هيستوري كده في التاريخ كده بيقولوا ان ده مرض الملوك، ديزيز اوف كينجز، مرض الملوك. ليه مرض الملوك؟ لانه كان بينتشر ما بين المجتمعات الغنيه، الملوك اللي بياكلوا لحوم على طول باستمرار، وهنعرف ايه ليه السبب. يقول ان النقرس ده هو مرض الملوك، حتى في عربيا كده معروف يقول لك النقرس ده مرض الملوك بين غير المختصين، يعني بين غير المختصين بيعرفوه بالتعريف ده. طيب تعالوا بقى نتكلم على شويه ديفينيشنز كده قبل ما نبدا حلقتنا. هايبر يوريسيميا، تعريف الهايبر يوريسيميا، تعريف الهايبر يوريسيميا هو ابنورمالي هاي ليفل من اليوريك اسيد في البلد، زياده غير طبيعيه في اليوريك اسيد في الدم. طب ايه الريفرنس رينج بتاعتي لما اجي اعمل تحليل واشوف الزياده، هل في زياده غير طبيعيه ولا لا؟ الريفرنس رينج عندي في الميل من 3.5 ل 8 ملي جرام بير ديسي لتر، في الفيميل من 2.5 ل 6.5 ملي جرام بير ديسي لتر. دي الريفرنس رينج بتاعتي، وقلنا ان الريفرنس رينج بتاعتنا دي يا جماعه بتختلف من معمل لاخر على حسب الميثود اللي استخدمها، على حسب الريفرنس بتاع المعمل، فبتختلف قليلا من معمل لاخر. نحط الكلام ده كده على جنب ونيجي للكلام الاكثر دقه من الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي، الكليه الامريكيه للامراض الروماتيزم. الكليه الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي دي هي يعني الحاجه الاوفيشال قوي
ان هي تعمل لي توضح لي الامراض دي وتعمل لي استراتيجيات العلاج اللي هي الجايد لاينز وتقدمها لي. فمن ضمن الحاجات اللي مقدمها التعريف بتاع الهايبر يوريسيميا، وده الاكثر دقه، اللي هو المقدم من الامريكان كولج اوف هيماتولوجي، ان هي بتعرف الهايبر يوريسيميا انه بتقول لي ان السيروم يوريت، ان هو اليوريك اسيد في الدم، اليوريت او اليوريك اسيد الاثنين بيساوي بعض، اعلى من 6.8 من 10 او 7 مللي جرام بير ديسيلتر. ده بقى التعريف الاكثر دقه. يبقى نحط الريفرنس رينج دي على ناحيه كده في دماغنا بتاعه المعامل، ونعرف النسبه دي ونحفظ النسبه دي، ان انا لما اقول هايبر يوريسيميا يبقى لما اقول المصطلح ده يبقى التحليل عندي اعلى من 6.8 او 7 مللي جرام بير ديسيلتر، اقدر اقول ايه هايبر يوريسيميا، سواء كان في الميل او في الفيميل. ده بالنسبه للهايبر يوريسيميا. طيب الهايبر يوريسيميا يا جماعه ما هوش مرض، وفي ناس بتبقى عندها هايبر يوريسيميا فترة كبيرة من حياتها وما بتعانيش من أي مشاكل، والناس اللي ما عندهاش أعراض من الهايبريوريسيميا لا تحتاج إلى أي علاج. دي كلها معلومات مهمة جدا تعرف. يبقى الهايبريوريسيميا ما هوش مرض وممكن ما يسببش مشاكل، ولكن معظم الناس لما بيبقى عندهم هايبريوريسيميا لفترة طويلة بتبدأ بقى اليوريك أسيد الزيادة يتكون لكريستالز، فيبدأ يسبب لي المرض، الأعراض اللي أنا بقول عليه اللي هو إيه؟ النقرس. تمام؟ طيب لذلك ينصح ان انا اخلي اليوريك اسيد بتاعي اقل من 6 مللي جرام بير دي سي لتر عشان امنع الجوت، امنع النقص. يبقى ينصح ان انا اخليه اقل من ايه؟ من 6 مللي جرام بير دي سي لتر عشان امنع النقص. طيب نيجي بقى نعرف الجوت. الجوت ده يا جماعه ديزيز بيقول عليه كريستال ديبوزيشن ديزيز، يعني حصل فيه ديبوزيشن او الكريستال زي اتكونت في اماكن معينه. من دي من احد الامراض اللي بنقول عليها كريستال ديبوزيشن ديزيز، ان تكون كريستالز، امراض مكونه للكريستالز. ده اشهر امراضها هي الجاوت، او ممكن نقول عليه احد امراض الارثرايتس او احد امراض الانفلاميشن. كل ده مصطلح مهم جدا. طب عباره عن ايه او بيجي منين؟ بيجي من الكرونيك اليفيشن اليوريك اسيد، في الغالب كده زياده غير طبيعيه من اليوريك اسيد لفتره زمنيه كبيره، اللي هي ايه زياده؟ اللي هي اعلى من 6.8 او 7 مللي جرام بالدي سي لتر. فبيحصل بقى تيشو ديبوزيشن، يعني في حصل في ديبوزيشن او تجمعات لكريستالز نحفظ اسمها مع بعض. الكريستالز اسمها مونو صوديوم يوريت مونو هيدريت كريستالز، اتجمعت في الاكسترا سيلولار فلويد في الجونز او في اماكن اخرى، مش شرط اول جونز، ولكن الاساسي عندي او الغالب عندي هي الجونز، اي مفصل بقى. طيب والاساسي عندي او الغالب او معظم المفاصل او الاشهر هو المفصل بتاع الصباع الرجل الكبير، ولكن اي مفصل معرض للخلل. طب الكريستالز اسمها ايه مره تانية؟ مونو صوديوم يوريت مونو هيدريت كريستالز. جايه الكريستالز دي جايه وفي تكوينها الاساسي اليوريك اسيد. طيب مهم جدا قوي الكريستالز دي او اسمها. طيب في حاجه اسمها السودو جاوت، الجاوت الكاذب او نقرس الكاذب، ده بقى تجمعات لكريستالز ثانيه، كريستالز بنقول عليها كالسيوم بايروفوسفيت كريستالز. لذلك التشخيص الدقيق للجاوت ان انا اسحب عينه من السائل المحيط بالمفاصل واحللها في المعمل، ولما احللها اعرف نوع الكريستالز دي. هو ده التحليل الدقيق او الدياجنوزيس الدقيق لان نقرس، ان انا اعرف الجاوت، اسحب عينه من المفصل اللي فيه الم ده واسحب عينه وراها احللها لقيت الكريستالز دي، هو يبقى الشخص ده جاوت. ده التشخيص الدقيق والاساسي في الموضوع كله. مش قادر اعمل الكلام ده، هنقول الكرايتيريا ازاي نقدر نشخص من غير الكلام ده، ولكن ده الاساسي ان انا اخد عينه واسحبها واشوف ايه، ده الاساسي في التشخيص بتاعي. ده بالنسبه لي تعريفات. طب نيجي نتكلم على البريفيلنس، معدل الانتشار. الجاوت من اشهر امراض الروماتويد واشهر امراض الانفلاماتوري ارثرايتس، من اشهرها يعني في الادلت، مشهور قوي في الادلت. الجاوت يا جماعه موجود في معظم الاماكن، ولكن مشهور قوي في امريكا الشماليه ودول غرب اوروبا. دول غرب اوروبا وامريكا الشماليه دول اشهر دول عندها الجاوت. يمكن هنشوف مع بعض دلوقتي الصوره او الخريطه بتاعه الدول كلها واشهر الاماكن، زي ما احنا شايفين اللي هو باللون الازرق او الازرق الغامق، دي اشهر الاماكن او الدول اللي فيها نسبه عاليه من السكان المريضه او اللي عندها الجاوت. الجاوت عامه كده من 1 ل 4% من سكان العالم بيصاب بالجاوت. في امريكا في 2007 ل 2008 عملوا احصائيه دقيقه جدا، وجدوا ان 3.9 من سكان امريكا، حوالي 8.3 مليون واحد عندهم جاوت. ويمكن دي النسبه اللي مكتوبه فيه. على فكره يا جماعه، في بس معلومه حابب اعرفها لكم، الناس اللي بتذاكر من كتاب البورد الفارماكو سيرم، البريفيلنس بتاعه
في كل شغل، وكل الشغل حتى العلاجات المستخدمه والاستراتيجيات العلاج المستخدمه، وكل شرحه مبني على البلد بتاعته اللي هو الامريكا، اللي هو البورد الامريكي في امريكا، فكل حاجه مبنيه عليه. حتى لما يجي يكتب بريفيلنس هيكتب لك البريفيلنس بتاع امريكا، مش او ممكن ما يذكر، ما يقولكش في اليو اس او ما يقولكش في امريكا، يكتبها كده يعني. هو كاتب كده، لو جيت راجعت معايا هتلاقيه كاتب الجوده بيصيب 3.9%، مش كاتب لك امريكا ولا اي عالميا، ولا مش محدد لك بالظبط. فانت تبقى خلي بالك لما تيجي تذاكر تبقى عارف النسبه دي في امريكا لانها مختلفه قوي عن دول تانية. طيب اكتر من 2 مليون شخص في امريكا بياخدوا ادويه عشان تقلل اليوريك اسيد ليفل. اكتر من 2 مليون شخص بيستخدموا ادويه عشان تقلل اليوريك اسيد ليفل. حوالي 20% من من البيشنتس اللي عندهم جاود دول عندهم اصلا فاميلي هيستوري من الجاود، يعني دي حاجه كده ممكن تخلي لي ان الموضوع ممكن يبقى جينيتك. 20% من المرضى عندهم اصلا فاميلي هيستوري من الجاود. طيب عند الرجال السود والبيض، الرجال السود اكتر مرتين اصابه من الرجال البيض في الجاود. طيب بالنسبه للرجال والسيدات بقى، الرجال اكتر يا جماعه بكتير قوي، من 7 لـ9 مرات اكتر ان هم يجي لهم جاود عن السيدات. طيب الجاود بيجي في اي فتره عمريه، ولكن في الغالب لما يجي السن من يعني الغالب من 30 ل 50 سنه، دي بقى السنين اللي بيبقى فيها اصابه جاوت عاليه جدا، ولكن هو ممكن يجي في اي سن، ولكن الاصابه بتزيد مع العمر، وخاصه من 30 ل 50 سنه في الفتره العمريه دي الاصابه في الجاوت دي بتبقى عاليه قوي. ده بالنسبه لي البريفيلنس كده عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي، ان احنا نتكلم على البريفيلنس دي. طب نتكلم بقى على علاقه الجاوت جاوتي ارثرايتس والهايبريوريسيميا، العلاقه ما بينهم ايه، علاقه الالتهابات او الاتاك بتاعت الجاوت بالهايبريوريسيميا. بصوا يا جماعه، اتفقنا ان الهايبريوريسيميا دي زياده في اليوريك اسيد. زياده اليوريك اسيد ده جايه منين؟ جايه من حاجتين، الامبالانس ما بين البرودكشن والاكسكريشن. انا عندي اليوريك اسيد ده يا جماعه حاجه بتتكون في الجسم، حاجه بتتكون في الجسم طيب، وبتخرج وبيحصل لها خروج من الجسم، يعني بتتكون وتخرج. فلو في حصل امبالانس ما بين الانتاج والخروج هيزيد، هيديني ايه، نسبه عاليه في الدم. يعني ايه؟ يعني لو حصل اوفر برودكشن زياده في الانتاج، واندر اكسكريشن نقص في خروج اليوريك اسيد، او الاثنين مع بعض، حصل الاثنين مع بعض، يعني في ثلاث اسباب، زياده انتاج او نقص في الخروج او الاثنين مع بعض، ده كله هيعمل لي هايبر يوريسيميا. دي كده اول نقطه عايز اوضحها لك. النقطه الثانيه، زياده اليوريك اسيد هو زياده للريسك انه يحصل جاوت، ولكن مش شرط. زياده اليوريك اسيد في الدم في ريسك انه يحصل جاوت، ولكن مش شرط. دي تاني نقطه او تاني معلومه عايزين نصححها في المفاهيم بتاعتنا. طيب في ناس عندها هايبر يوريسيميا ممكن ما يحصل لهاش جاوت عادي خالص، عندها هايبر يوريسيميا ما عندهاش جاوت ومش هتستخدم، طالما ما فيش اعراض، عنده هايبر يوريسيميا وما فيش اعراض، خلاص ما فيش عليك تمام، هعمل له بس شويه لايف ستايل. طيب حاجه كمان، بعد ان بعض المرضى في حاله الجاوت اتاكس، في حاله الاتاكس بقى يعني لما يجي له الاتاكس نفسها، ورحت اعمل تحليل في حاله الاتاكس، مش على طول، في مرحله الهجوم الجاوت، هجوم النقرس، لو رحت عملت له تحليل هلاقي عنده نورمال بلاد يوريك اسيد. مش في كل المرضى، في بعض، نركز قوي في الكلمه عشان يبقى السطر بتاعنا دقيق، في بعض المرضى وجدوا ان في حاله الاتاك، في حاله الاتاك مش في حاله ان هو عنده جاوت، انا اقول لك انا مريض جاوت بس ما عنديش الهجوم دلوقتي، لا، في حاله الاتاك لما يروح يعمل تحليل يوريك اسيد يلاقيه نورمال، يبقى اليوريك اسيد كتحليل، ان انا حلل اليوريك اسيد في الدم ده يعني حاجه ضعيفه جدا انا اشخص بيها جاوت. لما يجي يتكلم في التشخيص هنفهم المعلومه دي قوي، ولكن دي معلومه عايزين نصححها. طيب حاجه كمان، علاج الجاوت اتاك بيختلف عن علاج الهايبريوريسيميا. واحد عنده هايبريوريسيميا هيحتاج علاج، واحد عنده جاوت اتاك اللي هي الهجوم، فدي لها علاج ودي لها علاج تاني خالص. طيب العلاقه ما بين الهايبريوريسيميا والجاوت، ان يحصل ان يبقى فيه هايبريوريسيميا فيبدا يحصل لي جاوت انكلير، يعني مش شرط ان يبقى فيه هايبريوريسيميا يديني جاوت، يبقى العلاقه ما بينهم غير واضحه حتى الان. السيمبتوماتيك هايبريوريسيميا اللي هو هايبريوريسيميا بدون اعراض مش بيحتاج علاج دوائي، ولكن في الغالب ممكن اعمل له شويه لايف ستايل. الجاوت يا جماعه بيتشخص كلينيكال عن طريق الاعراض اكتر من المعمل اللي هو تحليل اليوريك اسيد، او سوري التحليل بتاع ان انا اقيس نسبه اليوريك اسيد في الدم، هو اكتر حاجه مش اشخص بيها ان انا اسحب عينه، ولكن اشوف الاعراض قبل ما اعمل اليوريك اسيد. يبقى الجاوت ان انا اشوف الاعراض قبل ما اشوف المعمل. واحد عمل لي تحليل هايبر يوريك اسيد وعنده هايبر يوريسيميا وما عندوش اعراض، لا ما عندوش جاوت، انا عايز جاوت يبقى عندي ايه؟ اعراض. دي كده السلايد دي معلومات مهمة قوي عشان نبدأ حلقتنا كده، ايه يعني ننظف دماغنا كده من المعلومات القديمة عشان نبدأ حلقتنا على نظافة.
هنتكلم على الكوزز بتاعت الهايبر اوريثيميا. قبل ما نتكلم على الكوزز تعالوا بينا نشوف اليوريك اسيد ده بيتكون ازاي. اليوريك اسيد يا جماعه بيجي من حاجه اسمها البيورين، البيورين او قواعد البيورين. البيورين انا عندي يا جماعه النيوكليوتيدز، النيوكليوتيدات بتاعت الدي ان ايه، النيوكليوتيدات دي بتبقى عباره عن ليها قاعده كده بتكون منها قاعده البيورين. البيورين بيزز دي لما بتطلع لوحدها كده، قواعد البيورين دي زي عندنا الثلاث حاجات من البيورين بيز، عندنا الجوانين والهايبوزانسين والزانسين. اول حاجه بيجي الجوانين والهايبوزانسين، في انزيم كده بنسميه زانسين اوكسيديز انزيم، نركز في قوي الانزيم ده الزانسين اوكسيديز انزيم، هيطلع لي من الجوانين والهايبوزانسين هيطلع لي الزانسين، والزانسين بعد كده بواسطه نفس الانزيم اللي هو الزانسين اوكسيديز انزيم هيطلع لي اليوريك اسيد. وهنا في الهيومن في البشر هنا دي اخر خطوه، في البشر دي اخر خطوه يوريك اسيد. تلت اليوريك اسيد اللي بيتكون ده بيخرج عن طريق الجي اي تي، عن طريق الفيسج، عن طريق الجي اي تي، والتلتين بيخرج عن طريق الرينال. ده بالنسبه لليوريك اسيد فاينل، دي اخر خطوه. طيب في الكائنات التانية، الحيوانات التانية او البكتيريا او الكائنات التانية، خلاف البشريه خلاف البشر، في خطوه كمان، ان في عندي انزيم بيسموه يوريت اوكسيديز انزيم، لو سمحت احفظه يوريت اوكسيديز انزيم، بيحول اليوريك اسيد ده الى ماده اكثر ذوبانيه. والماده لما تبقى البولاريتي بتاعتها عاليه، الذوبانيه بتاعتها عاليه، معناها ايه؟ هتخرج بسرعه. الماده دي بنسميها الانتوين. الانتوين هي ماده بتيجي من اليوريك اسيد في مش في البشر، في الكائنات التانية والحيوانات التانية. في البشر اخر خطوة تكوين اليوريك اسيد، بس مفيش خطوة تانية. الانزيم ده مش موجود في البشرية، مش موجود في البشر، يوريت اوكسيديز انزيم مش موجود، تمام؟ ده تكوين اليوريك اسيد. نيجي بقى ايه نتكلم بقى اليوريك اسيد ده المشاكل اللي بتزيادته بقى، مشاكله عبارة عن ايه، او اسباب الهايبر اوريثيميا، اسباب زيادة اليوريك اسيد ده ايه. في الهيومنز يا جماعة، في البشرية، اليوريك اسيد، تكوين اليوريك اسيد دي اخر خطوة في تكسير قواعد البيورينز، تمام؟ طيب زياده اليوريك اسيد او الهايبر يوريثيميا عندي ثلاث اسباب، زياده في البرودكشن اللي احنا شايفينه ده، الباس واي اللي احنا شايفينه ده في زياده فيه، او ديكريز في الاكسكريشن هنشوف دلوقتي بيخرج ازاي، الخروج بتاع اليوريك اسيد قل، او ميكسد، يعني في حالات ميكسد ما بين زياده البرودكشن ونقص في الاكسكريشن. نبدا نمسك واحده واحده. اول واحده هي ايه؟ زياده البرودكشن بتاعه اليوريك اسيد. حوالي 10% من الايه، من المرضى، 10% من الحالات سببهم زياده يوريك اسيد، 10% من الهايبر اوريثيميا سببها زياده تصنيع يوريك اسيد، وحوالي 90% من الحالات نقص في خروج اليوريك اسيد. يبقى زياده الانتاج بتمثل حوالي 10%، نسبه ضعيفه، اللي هي زياده انتاج اليوريك اسيد في الانتاج بتاعه جوه الجسم. طيب في عوامل، ايه هي بقى العوامل المسؤوله عن زياده انتاج اليوريك اسيد؟ في عوامل اكسوجينوس، عوامل خارجيه، وفي عوامل داخليه. نيجي نتكلم على العوامل الخارجيه، اللي هو الداتري بيورين، ان الشخص ده ياكل اكل فيه بيورين كتير، بنقول عليه البيورين ريتش فودز، اكلات فيها بيورين كتير، فبالتالي انا بدي الجسم البيورين بقى في الاكل، فالبيورين موجود خلاص، يجي البيورين يتكسر يطلع لي ايه؟ يوريك اسيد. طب ايه هي الاكلات دي عشان نتجنبها للناس اللي عندهم هايبر يوريثيميا والناس اللي عندهم الجاوت؟ الاكلات في عندي تقسيمه ليها، في اكلات عاليه بالبيورين دي اتجنبها، لازم المريض يتجنبها اللي هو المريض نفسه، وفي اكلات متوسطه في نسبه البيورين فممكن اخليه ياكل بحدود، ياكل بحدود. طب ايه الحاجات اللي اتجنبها؟ الاورجان ميتس، اللحوم بتاعه الاعضاء، كبده، كلاوي، مخ، قلب، الحاجات دي يتجنبها. طيب الجيم ميتس او الهانتنج ميتس، اللحوم بتاعه الحاجات اللي بنصطادها، الغزلان والارانب، دي حاجات بيتم اصطيادها، دي من ضمن الحاجات التجنب يتجنبها. الاسماك، مش كل انواع الاسماك، ولكن الاسماك زي ايه؟ زي الرنجه والمكاريل والسردين وحاجه سمك اسمه سبارتس، وفي حاجات تانية ولكن دي اشهر الحاجات اللي انا اتجنبها. طيب السي فودز زي ايه؟ زي بلح البحر وزي المحار وزي الكافيار، الحاجات دي والبطارخ والحاجات دي اتجنبها. اليست اكستراكتس وخاصة البير، مش الوين، يعني البيرة مش النبيذ، في فرق ما بين البيرة والنبيذ. طيب دي طبعا الناس المجتمعات التانية اللي بيشربوا الحاجات دي، طبعا دي من ضمن الاسباب الرئيسية ان الجوت عندهم يتكون، وفي نصائح كتيرة جدا للمجتمعات الغربية ان هم يبطلوا البيرة عشان من ضمن الاسباب الرئيسية ان النقرس عندهم بيزيد والاتاكس عندهم بتزيد. طيب
الهاي فركتوز فودز، واحد بيشرب مشروبات فيها فركتوز عالي، الفركتوز ايه سببه هنعرف دلوقتي. طيب دي حاجات يتجنبها، الحاجات اللي ياكل منها يعني يعني مش يتجنبها، ياكل في ليميت معين محدود، بقيه اللحوم بقى، بقيه اللحوم سواء كان لحوم حيوانيه او فراخ او الفراخ والحاجات دي. طيب اللحوم عامه الباقيه مش الاورجان ميت، لا اللحوم يعني ياكل بكميات قليله. الحبوب والبقوليات والحاجات دي على خفيف برضو، المشروم على خفيف، الخضروات عامة، الخضروات عامة ما بتزودش البيورين، ولكن في كده نوعين من الخضروات يحاول يقلل منهم خالص، السبانخ والأرنبيط، الأرنبيط والسبانخ الاثنين دول يقلل منهم. عامة الحبوب برضو يقلل منها، القمح والحاجات دي يقلل منها، بقية الحاجات التانية زي الخضروات ينصح بقى بإيه؟ ينصح إن هو ياكل بقية الخضروات بخلاف السبانخ والأرنبيط. وينصح بحاجات تانية زي ايه؟ الحاجات منتجات الالبان، منتجات الالبان عامة من ضمن الحاجات اللي يعني بتساعد في العملية دي، يبقى دي الحاجات اللي بينصح بيها. طيب هنيجي بقى نتكلم في الجزء ده، الجزء الاخضر ده او الجمل دي مهمة جدا، مش عايزك يعني تربط موضوع الاكل ده باسباب النقرس بشكل كبير، يعني عايز اقول لك كده شويه معلومات، ان الديتري بيورينز بتلعب دور غير مهم في بعض الحالات، في بعض الحالات بي عندها مشكله في الباس واي ده اصلا، وعندها مشكله في الاكسكريشن، فبالتالي ان هو ياكل اكلات فيها بيورين دي حاجه يعني مش مهمه بالنسبه له. عامه يا جماعه ان الشخص ده الاكل لوحده غير كافي انه يسبب هايبر روسيم عامه، وانا بقول لك الاسباب زياده البرودكشن اصلا اسباب 10% من الكيس، فبالتالي ما تخليش تحط في دماغك قوي او تحط في دماغك ان اكلات البيورين دي هي العامل الاساسي والخطير والكلام ده كله. انا بقول لك ولكن علميا لازم نتجنب الحاجات دي مع المرضى، مع الناس المريضه فعلا واللي عندها جاوت وبيجي لها اتاكس وان عندها هايبر روسيميا عالي ومحتاجين نعمل له تظبيط، لا احنا ننصحه بالحاجات دي، ولكن ما يبقاش الموضوع في دماغك بشكل كامل ان الدايت ده سبب رئيسي، لا مش سبب رئيسي، مش سبب اساسي ورئيسي، دي النقطة اللي أنا عايز إيه؟ أوضحها لك، ولكن أوعى تنسى إن أنا لازم أعمل دايت موديفيكيشن، مهم جدا للناس اللي عندهم أعراض من الهايبر ريسيميا، الناس اللي عندهم أعراض هايبر ريسيميا لازم أعمل له إيه؟ أعمل له ديتري موديفيكيشن، مهم إن أنا أعمل له كده، ولكن ما يبقاش في دماغك إن الدايت ده بالنسبة للشخص حاجة أساسية يعني. يعني أنا مش عارف قدرت أوصلها ولا إيه؟ ده بالنسبة لي أول حاجة في زيادة الإنتاج. تاني حاجة في زيادة الإنتاج تكسير البيورين نفسه، الجسم نفسه بقى فيه بيورين فبيتكسر بشكل كبير، زي إيه؟ زي بعض أنواع السرطانات والناس اللي بتاخد أدوية الكيموثيرابي، الأدوية الكيماوي، الأدوية الكيماوي يا جماعة من ضمن الحاجات اللي بتكسر التيومر، بتكسر خلايا التيومر، فبيعمل حاجة اسمها تيومر لايز سيندروم، تيومر لايز سيندروم دي من ضمن أعراضها إن يوريك أسيد عالي قوي بيبقى موجود في الدم، ليها علاجات خاصة كده هنتكلم عليها في حلقتها. دي من ضمن الحاجات. طيب في ناس عندها جينيتك اصلا مشكله ان عندها ابنورماليتي في بعض الانزيمز كجينيتك، مش لازم نعرف اسماء الانزيم، ولكن احنا ادينا كاشهر مثالين وراثيين للاسباب زياده انتاج يوريك اسيد عالي قوي انهم عندهم مشكله في انزيمز معينه زي الفوسفوربازايل بايروفوسفيت سينستيز انزيم والهايبوزانسين جوانزين فوسفو رايبوزايل ترانسفريز انزيم، دي مش موجوده معانا، مش يعني تصنيع الباسويز نفسها بايوكيمستري يعني عميقه شويه عن كده، ولكن دي اسماء الانزيمز اللي ممكن يحصل فيها ديفيشنز وزياده اليوريك اسيد بقى فيها عالي قوي. ده بالنسبه لزياده الانتاج. اخر حاجه في زياده الانتاج يحصل حاجه اسمها دينوفو سينثيسيس للبيورين بيزس. يعني ايه دينوفو؟ دينوفو يعني تكوين بيورين جديده من غير بقى اكل، يعني البيورين ما بيجيش بقى من حته ثانيه، لا ده الجسم بيصنعه حاجه دينوفو، يعني عارفين لما اقول لك ده حاجه نوفو، حاجه جديده، يعني حاجه كده جديده كده بيصنعها الجسم، بيصنع قواعد بيورين لوحده كده. دي حاجات ممكن، ولكن دي حاجه بسيطه قوي ان هو يعملها يعني. ده بالنسبه لزياده الانتاج. نقص الاكسكريشن بقى، نقص الاكسكريشن ده بيمثل حوالي 90% من الكيس. تعالوا بينا نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. حوالي يا جماعه 70% من اليوريك اسيد اللي بيتصنع في اليوم بيخرج عن طريق الكدني، والباقي بيخرج عن طريق الانتست، بيخرج عن طريق يعني حوالي 70% من اللي بيتصنع اليوريك اسيد بيخرج، يعني حوالي تلتين زي ما احنا قلنا التلتين بيخرج عن طريق اليورين والتلت بيخرج عن طريق الجي اي. طيب بيحصل ايه الاول اليوريك اسيد ده؟ هنا يا جماعه محفظه بومن، بيحصل فلتريشن، فلتره 100% طبعا هيعدي كده كده، اي حاجه اصلا المولكيولات بتاعها قليل قوي، كله الجلوكوز والحاجات كل ده بيعدي في الفلتريشن، كله 100% بيعدي. بيحصل بقى حاجه اسمها ري ابزوربشن،
عمليه اعاده امتصاص دي عمليه مهمه جدا. الشخص لو الجلوكوز كله كل حاجه نزلت في عمليه الفلتره، ما خلاص ما الشخص ده هيعيش ازاي بقى؟ لازم ارجع امتص الحاجات دي تاني واسيب ايه؟ واسيب الحاجات اللي انا مش عايزها وترجع. طب 99% من اليوريك اسيد، 100% طبعا كله هيخرج لان المصفى زي ما احنا شايفين عباره عن مصفى، كله هيخرج، يوريك اسيد كله هيخرج. 99% يحصل له ري ابزوربشن، اعاده امتصاص. 99 دخلوا تاني، خرج بس 1% في الحته دي. حصل في عمليه اسمها سكريشن. سكريشن يعني ان الدم اللي لافف حوالين التيوب دي بيبدا يدخل تاني يوريك اسيد. 50% دخلوا، 50% دخلوا في عمليه السكريشن دي، ومن ال 50% دول 40% حصل لهم اعاده امتصاص تاني. بقول على عمليه اعاده الامتصاص التاني دي حاجه اسمها البوست سكريتوري ري ابزوربشن. انا عندي هنا عمليه السكريشن، هنا حصل بعد عمليه السكريشن ري ابزوربشن، بسميها بوست سكريتوري ري ابزوربشن. حصل ل 40% من ال 50 دول. في النهايه خرج ايه؟ خرج 10% و90%، يعني في النهايه المحصله 90% رجعوا الدم تاني و10% خرج. ال 90 دول هيروح يرجعوا تاني ويحصل لهم فلتريشن وهكذا، وتبدا تتكرر العمليه دي. ففي كل مرحله 10% بس هم اللي بيخرجوا، و90% بيحصل لهم ري ابزوربشن واعاده امتصاص. فاي خلل في الثلاث خطوات دول، اي خلل في عمليه الفلتريشن والسكريشن والري ابزوربشن، اي خلل في الحاجات دي هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ان اليوريك اسيد ما يخرجش. ال 10% دي النسبه دي هتقل، نسبة 10% الطبيعية هتقل. طب نيجي نتكلم عن حاجة حاجة. لو قلت عملية الفلتريشن، المصفى هنا بايظة، ده بقى تبوظ قوي لما الشخص ده يبقى كرونيك كيدني ديزيز، عنده مرض مزمن قوي كلي، عنده مرض مزمن كرونيك كيدني ديزيز ورينال انسفشنس، فعنده عملية الفلتريشن دي بايظة. هنا بقى الشخص ده اللي هو ايه؟ كرونيك كيدني ديزيز ده لو قلت عملية الفلتريشن. لو قلت عملية السكريشن، عملية السكريشن دي بتقل في حالة الاسيدوزيس. واحد عنده دايابيتك كيتو اسيدوزيس، عنده بقى الدايابيتس وحصل له بقى كيتو اسيدوزيس، كيتون بودز اتكونت بشكل كبير، عملت له اسيدوزيس في الدم، السكريشن بتقل. الايثانول، الناس بتشرب بقى البيره، الايثانول هنا بقى عمليه السكريشن قلت. عمليه الناس اللي بتاخد جرعات عاليه وسميه من السلسليت اللي هي الايه، السلسليك اسيد او الاسبرين والسلسليت والحاجات دي كلها بتعمل التوكسيست بتاعتها، بتقلل السكريشن لانها هتعمل اسيدوزيس. الاسترفيشن يا جماعه، المجاعه، الشخص ده بمجاعه جسمه بقى بيبدا ايه، يطلع كيتونز كتيره، فبيبدا ان الشخص ده ايه، يحصل له اسيدوزس، فيحصل عمليه السكريشن تقل. طيب زياده في الري ابزوربشن، اعاده الامتصاص دي لما يحصل لها زياده، يدوريك اسيد يدخل بزياده بقى، بدل ما يخرج الري ابزوربشن يزيد، بيبدا ان يحصل مشكله ان اليوريك اسيد يعلى في الدم. زي ايه؟ زي حاجه مهمه جدا، العلاج بالدايوريتكس. العلاج بالدايوريتكس، كده كده الدايوريتكس دي يا جماعه من ضمن الحاجات اللي بتشتغل اصلا على عمليه الري ابزوربشن. فالدايوريتكس ثيرابي زي ايه؟ زي السايزايد واللوب دايوريتكس، دي حاجه مهمه قوي. واحد مريض ضغط وجاله جاوت، لازم اعمل شيفت للادويه اللي بياخدها. لو هو بياخد السايزايد واللوب دايوريتكس، لازم اعمل له شيفت للادويه دي، خطير جدا. طبعا الاتاكس هتجيله بشكل كبير. ده بالنسبه للدايوريتكس ثيرابي. دايابيتس انسيبيدس اللي هو النوع من انواع الدايابيتس انسيبيدس، ده من ضمن الحاجات اللي بيزود عمليه الري ابزوربشن بتاعت اليوريك اسيد. ده بالنسبه للاكسكريشن. واحد بقى عنده الاثنين مع بعض، زياده في الانتاج ونقص في الاكسكريشن. ثلاث حاجات يا جماعه، بيشرب ايثانول بالكحولات بقى وبيره بشكل كبير. الايثانول ده بيعمل ايه؟ ثلاث حاجات، يعني بيعمل حاجتين، هو زياده انتاج ونقص في الاكسكريشن. ولكن نقص الاكسكريشن ده حاجتين، زياده الانتاج عن طريق ايه؟ ان هو اصلا بيزود الكونسنتريشن بتاع الهايبوزانسين والزانسين، والاثنين دول هم اللي بيجي منهم اليوريك اسيد. ديكريز الاكسكريشن لان هو بيعمل حاجه اسمها الدي هيدريشن، بيعمل جفاف في الجسم. جفاف الجسم ده اصلا الدي هيدريشن عامه بتقلل خروج اليوريك اسيد. انا المفروض ان انا اديه ميه كتير، لا ده هو بيعمل عمليه دي هيدريشن، فبالتالي ايه، هيقل خروج اليوريك اسيد. حاجه كمان ان هو بيعمل اسيدوزس اصلا، الايثانول بيعمل اسيدوزس، فهيقل الايه، واتكلمنا على حاجات الاسيدوزس اللي اتكلمنا عليها ان هيقل الاكسكريشن. طيب احنا قلنا لما واحد ياخد اكلات او مشروبات فيها فركتوز عالي، ايه السبب بقى؟ الفركتوز هيشتغل بميكانيزمين، زياده انتاج ونقص خروج. زياده انتاج ليه؟ لان الفركتوز كشكله الكيميائي من ضمن الحاجات المكونه للبيورين، او ممكن ان هو اليوريك اسيد يتكون منه، كان البيورين يجي من الفركتوز وبعدين يجي ايه؟ يوريك اسيد. ده كيميائيا بيتصنع اليوريك اسيد، بيجي من الفركتوز عن طريق ان هو بيجي من البيورين وبعدين الفركتوز وبعدين بيورين وبعدين يوريك اسيد. طيب نقص في الخروج ليه؟ الفركتوز واليوريك اسيد الاثنين دول عشان يخرجوا بيتخانقوا مع بعض على مكان الخروج في في عمليه الري ابزوربشن، فبالتالي اليوريك اسيد يحصل له ري ابزوربشن والفركتوز يخرج، فبالتالي الخناقه اللي حصلت دي خلت اليوريك اسيد هو اللي يخش الدم والفركتوز هو اللي يخرج، فبالتالي ايه؟ زودت ايه؟ قللت الاكسكريشن بتاع اليوريك اسيد.
في حالات استرفيشن. استرفيشن المجاعات بقى يا جماعه، واحد بقى في المجاعه ما فيش اكل خالص، جسمه بيبدا ياكل نفسه بقى، البروتينز اللي في جسمه دي تبدا تطلع البيورينز دي، فبيبقى البيورينز في جسمه عالي جدا. تمام، البيورين عشان يحصل على الطاقه، طبعا الجسم ما فيش كربوهيدرات ما فيش اكل، فبيجي ياخد من الانسجه بتاعته، فالانسجه بتاعته دي فيها بيورين، فبيبدا ان هو ايه يحصل على البيورين، فيبدا ينتج يوريك اسيد عالي. طيب حاجه كمان في الاسترفيشن، ان هو اصلا بيبقى عنده اسيدوزس نتيجه الكيتون بودز اللي اتكونت دي، فيبدا ايه الكيتونز بودي بتتخانق مع اليوريك اسيد على عمليه الرئه، عمليه الرئه ابزوربشن، فبالتالي بتروح مطلع لي ايه، بتطلع لي الكيتونز، ولكن اليوريك اسيد يبدا يحتفظ بيه، فالجسم يقل عمليه خروج اليوريك اسيد. دي ثلاث حاجات لحاجتين مع بعض، زياده انتاج ونقص في الخروج. ده بالنسبه لاسباب يا جماعه الهايبر يوريسيم. كده يبقى احنا اتكلمنا على اسباب الهايبر يوريسيميا، اسباب زياده اليوريك اسيد في ده. ندخل بقى في موضوع الجاوت، موضوع الديزيز بتاعنا الجاوت. الجاوت يا جماعه ايه هي العوامل اللي ممكن تؤدي الى حدوث الجاوت؟ يعني المفروض ان احنا ما نقولش عليها الريسك فاكتورز، يعني كدقه في اختيار الكلمات ما نقولش ريسك فاكتورز، نقول بري ديسبوزنج فاكتورز. البري ديسبوزنج فاكتورز يعني عوامل مهيئه، العوامل المهيئه، يعني لان الجاوت ده هو ديزيز مش في يوم وليله، بيحصل له تهيؤ او تكوين بشكل على مدار فتره زمنيه، بيبدا ان هو يحصل له الجاوت. فبالتالي الاصح ادق ان انا اقول الجاوت بري ديسبوزنج فاكتورز، العوامل المهيئه لحدوث الجاوت. طب نيجي نتكلم على العوامل دي، من يعني بعض الكلام قلناه من شويه، ان الشخص ده بياخد المجتمعات الغربيه اللي بيحصل فيها شرب كحولات بشكل كبير، خاصه البير اللي هي البيره، والهارد ليكور اللي هو المشروبات البيره اللي هي الخمور المعتقه، اللي هي بيسموها كده خمور معتقه، دي من ضمن الحاجات القويه ان هي تعمل كده. دي يا جماعه هاي ريسك بشكل كبير، هاي ريسك، وتحت خط هنا وملونين ليه، ان الانسيدنس بتاعتها ان هي يحصل جاوت عالي جدا، وهاي ريت ان يحصل فيه فليرز على طول او اتاك، يحصل فيه اتاك، لان قلنا الجاوت ده عباره عن هجمات بتحصل، فدي الهجمات هنا هتبقى عاليه قوي لو الشخص ده بيشرب الحاجات دي. بقى الداتر بقى الحاجات الاكل، ان انا قلت ايه الشخص ده افويد للحاجات اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، افويد للحاجات دي، وليمت من الحاجات الثانيه اللي انا قلت لكم عليها، بقيه اللحوم اللي هي اللحوم الاورجن ميدز دي، يعني حاجه خطيره جدا لمريض جاوت بيجي له اتاكس خطيره بشكل كبير، بتحتوي على نسبه بيورين عاليه قوي، فانا افويد للحاجات دي للمريض ده. ليمت للحاجات اللي انا قلت لكم عليها ليه؟ لسه متكلمين فيها حالا دلوقتي. طيب الحاجه كمان اللي انا عايز انصح بيها المريض بقى الاكلات، يعني ان هو ياخد اكلات الديري برودكتس اللي هي الاكلات اللي هي الديري برودكتس المنتجات الالبان يعني والحاجات دي، والفوليت انتيك، ان هو ياخد فوليك اسيد، ويشرب قهوه مش شاي. القهوه مش الشاي، القهوه يا جماعه بتقلل الريسك ان يحصل فيه الانسيدنس بتاع الجاوت، وتقلل الريت بتاع الفلير او الاتاك بتاع الجاوت، اللي هي القهوه مش الشاي، عشان الناس تبقى واضحه. دي من الحاجات اللي انا ممكن انصح بيها شويه. ده بالنسبه للحاجات الديتري. بالنسبه للادويه على طول سايزايد ولوب دايريتكس هاي ريسك، وعاملين لها خط وملونينها يا جماعه، وصدقوني السايزايد ولوب دايريتكس اصلا من ضمن الحاجات، الشخص اصلا ممكن يبقى ما بياكلش الحاجات دي وما فيش حاجه، وبياخد الادويه دي بالذات ويحصل له يجي له الجاوت، يعني من ضمن الحاجات الخطيره قوي. مريض جاوت ما ينفعش، ما ينفعش سايزايد ولوب دايريتكس، ما ينفعش، لازم اعمل شيفت، ما ينفعش، هو عنده ريسك، ولو عملت له تحليل ولقيت عنده هايبر ريسيما وعنده ريسك، برضه من ضمن الحاجات اللي انا ايه اعمل له شيفت للادويه دي، ادي له ادويه ثانيه غيرها. ده بالنسبه للسايزايد واللود دايريتك، وقعدت احذركم منها، ويعني مهم قوي، وهتلاقوا حالات كتير كده. طيب اللو دوز من الاسبرين ماي اولسو، شايفين الكلمات ماي اولسو، يعني ما تركزش قوي فيها، ما يجيش واحد بقى يا دكتور ده عنده جوت بياخد اسبرين، يا عم بياخد اسبرين عشان ما يجيلوش جلطه، ما تجيش تقول له بطل اسبرين ويروح يموت بقى يجيله جلطه ويموت عشان تقول لي مش عارف جاوت وبتاع ايه. فخليك كده ايه، صحصح شويه كده وركز، وما تاخدش المعلومه وتعمل سبوت عليها وتودي المريض في داهيه. ركز والنبي، ايه هي البينفيتس بتاعه المريض ان هو لا ياخد الاسبر، ما تقوليش بقى جاوت ويجيله اتاك كل فين وفين وبتاع، يعني نركز قوي. طب اللو دوز انا بكلمك علميا، اللو دوز اسبرين بتاثر ممكن بس ما اجيش بقى اروح الصيدليه بقى واموت في الناس، بقول ما بتاخدوش الاسبرين بقى وده هيجي لكم نقرس وبتاع، في ناس كده بتاخد المعلومه وتبهدل الدنيا بيها. طيب الزنسين اوكسيديز انهبيتورز ايه ده؟ ده دي ادويه انا هستخدمها دلوقتي عشان اقلل اليوريك اسيد في الدم، بتعمل قال لك ان الادويه دي هي واليوريك ايجنتس، الادويه دي النوعين دول لسه هنتكلم فيهم ونعرفهم دلوقتي، اللي هو الالوبيرينول يا جماعه، من ضمن الحاجات اللي هي لسه هنعرفها، يعني ادويه بتستخدم عشان تقلل اليوريك اسيد في الدم. قال لك الادويه دي اول ما الشخص ياخدها في اول ايامه بيجي له ممكن يجي له الاتاك،
ممكن تجي له الاتاك اول ما بياخد العلاج، يعني اول ما يبدا علاج بالادويه دي. الادويه دي يا جماعه بتقلل اليوريك اسيد في الدم، اول ما يبدا العلاج بيها بتجي له الاتاك. قال لك ليه بتجي له الاتاك؟ هم في نظريات ابتدوا يفسروها، لكن قالوا الاسباب ان بيحصل فجاه اليوريك اسيد اللي بيبدا يتكون كل يوم في الجسم بمستوى عالي فجاه بيقل تكوينه بشكل كبير، فجاه بيقل في الدم بشكل كبير. الفجاه اللي بتقل بيها دي بيحصل اليوريك اللي كان متجمع، عارفين كده اللي بينقط، عارفين اللي بينقط يوريك اسيد في كريستالز كده وبتبدا تتجمع، التنقيط ده قل شويه، قل بشكل كبير، فيبدا يحصل المكان اللي اتكون فيه اليوريك اسيد الكريستالز دي يبدا يحصل لها ايه ديفورميشن، او تبدا ان هي تتشكل بشكل تاني او يحصل تغير في شكلها نتيجه النقص الشديد في اول النقص الشديد في اليوريك اسيد. فجاه كده اليوريك اسيد ابتدى يختفى في الدم بشكل، قل في الدم بشكل كبير، فابتدى يحصل ايه اعاده تكوين للكريستالز اللي متكونه دي، فاعاده التكوين دي راحت عامله ايه انفلاميشن. ده كنظريه بتشرح الموضوع، لكن فعلا فعلا في بدايه العلاج بالادويه دي بيحصل. لذلك بيبداوا يستخدموا حاجات هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي بتستخدم في الاكيوت اتاك، الحاجات اللي بتستخدم في الاكيوت اتاك بيستخدموها مع البدء في العلاج ده عشان يقللوا من عمليه ان الشخص لما يجي يبدا بالعلاج ده ما يجيليش الاتاك. طب ده بالنسبه للادويه. امراض بقى زي ايه؟ واحد عنده هايبر ريسيميا، واحد عنده هايبر ريسيميا ممكن يجيله جوت اكيد، يعني لان الهايبر ريسيميا ده حماده وده حماده تاني خالص. عنده هايبر ريسيميا اه ريسك انه يجيله جوت. هايبر ريسيميا دي مش جوت يا جماعه والله، ما اروحش اعمل تحليل واقول ده انت عندك نقرس خالص، المفهوم ده انا غيره، نقرس يعني اعراض، نقرس يعني حاجات تانيه لسه هنتكلم عليها في الدياجنوزس. هايبر ريسيميا زياده يوريك اسيد في الدم عن 6 او 8 10 او 7، ده المصطلح اللي انا والرقمين اللي انا عايزكم تحفظوه. واحد اوبيز اه ممكن ريسك، دايابيتس ريسك، هايبر تنشن، ديسليبيديميا، رينال انسفشنسي. في الايرلي مينوبوز في الستات كده لما بيبدا يخش في بدايه سن الياس كده، ستات كتير قوي، ستات كتير قوي تعاني من حته الجاوت دي، فدي من ضمن الحاجات اللي تركز فيه. اه ده انت سنك اه في السن ده، لما تيجي تقول لك شويه اعراض يبقى تفكر في حته الجاوت دي. طيب حاجات تانيه زي ايه؟ تراما، سيرجري، ستارفيشن، ديهايدريشن، وعرفنا الاسباب. فاميلي هيستوري في الجاوت، وجدوا ان 20% من الناس اللي عندهم جاوت في عندهم فاميلي هيستوري من الجاوت. ده بالنسبه لي الفاكتورز المهيئه لحدوث الجاوت. نيجي بقى للجاوت سيمتومز والساينز، العلامات والاعراض. في عندي يا جماعه الاعراض الرئيسيه في الاتاك بقى، الجاوت اتاك بقى، عندي الفيفر، ارتفاع في درجه حراره شويه، في بين، في احمرار، في ورم، في هيجان كده واحمرار، انفلاميشن حوالين الجون زي ما احنا شايفين في الصوره، الصوره تتحدث عن نفسها. شخص في الحته دي، الحته دي عنده متبهدله خالص. ايه اللي بيحصل؟ اليوريك اسيد كريستالز ابتدت تتكون في السائل اللي حوالين المفصل ده، وده اشهر مفصل في اللي هو الصباع الكبير البيك ده، فابتدى يعمل لي الحوارات والمشاكل دي كلها. طيب انا عندي بقى يا جماعه الجاوت از نوت جاوت انتل سيمتومز اوكيو، يعني الجاوت ما هوش جاوت غير لما الاعراض تظهر وملونينها وحاطينها في برواز وهنعلقها على الحيط دلوقتي. النقرس ليس بنقرس حتى ظهور الاعراض. طيب ايه هي الستيجز بتاعه الجاوت؟ عندي ثلاثة يا جماعه، ثلاث مراحل، المريض بيخش بثلاث مراحل. دي مش مرحله، يعني المرحله اللي خلينا في الرسمه الاول دي مش مرحله معانا، ان هو زياده اليوريك اسيد في الدم ما فيش اعراض، دي مش مرحله معانا. اول مرحله ان الشخص ده يجي له اكيوت جاوتي ارثرايتس، يجي له اتاك، هجوم زي ما احنا شايفين في الصوره، ده هجوم من الاتاك، واحد عنده اتاك اهو، عنده الام واعراضه جاي يشرح لي ويحكي لي الالم والمعاناه، دي اتاك، ده هجوم من الجاوت. تمام؟ دي اول مرحله في الجاوت. يجي يخش في المرحله الثانيه بقى بعد الاتاك، خلاص ما الاتاك خلصت من غير علاج، بتستمر من 7 ل 14 يوم وخلاص اختفت الاتاك. يجي يخش في مرحله اسمها انتر كريتيكال جاوت، الانتر كريتيكال جاوت دي ما فيهاش اعراض، اللي هي بعد الاتاك، خلاص الاتاك اختفت خلاص ما فيش اعراض. يبدا بقى يجي له اتاك مره ثانيه، ومعد الاتاك مره تانية يخش في مرحله اخيره من الجاوت بنقول عليها كرونيك ريكارنت جاوت. الكرونيك ريكارنت جاوت عنده بقى خلاص جاوت كل شويه يجي له الهجوم ده الاتاك دي، فممكن يكون له حاجه اسمها التوفي. توفي دي من ضمن حصوه كده او كلكيعه كده هنشوفها دلوقتي في حوالين الصباع كده او الجوينتس دي في المفاصل دي، بيبدا يتكون لك كلاكيع كده، كلاكيع مركزه من الكريستالز دي، ده بقى في حالات المزمنه. طيب ده بالنسبه للستيجز، لسه هنقولها تاني ونشرحها تاني. قبل ما نتكلم على الستيجز عايزين نقول يا جماعه ان ارتفاع اليوريك اسيد من غير جاوت، من غير حدوث جاوت ومن غير حدوث حصوات، لان ارتفاع اليوريك اسيد ممكن يعمل حصوات في الكلى من غير تكوين حصوات، بدون اعراض مش في علاج. واحد عنده ارتفاع يوريك اسيد في الدم، ما عندوش جاوت، ما عندوش حصوات، ما عندوش اعراض، ما فيش علاج.
تمام. طيب مراحل الجاوت بقى، الفيزز او الستيجز، اول مرحله الاكيوت جاوت اور ثريتس دي يا جماعه اللي هي حاله الهجوم او الاتاك دي، بتوصل لذروتها في خلال من 12 ل 24 ساعه. بعد ما تبدا كده بتوصل لذروتها الالم الشديد قوي 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 بعد ما تبدا من 12 ل 24 ساعه، بتستغرق 7 ل 14 يوم لو انا مش هستخدم علاج مع الشخص ده. الاعراض قلنا عليها. طيب يجي يخش في مرحله ما بين الاتاك، ما بين كل اتاك واتاك اللي هي الانتر كريتيكال جاوت، الشخص عادي جدا مفيش اي اعراض بس، ولكن عنده ريسك ان يجي له ايه الاتاك في اي وقت. طيب يخش في مرحله ثالثه بقى خطيره للكرونيك ريكارنت جاوت، يبدا بقى اليوريك اسيد يتكون بقى بشكل هارد كده في التيشوز كده، بنسميها كده حصوه او توفي، بنقول عليها توفي، مشهوره قوي توفي. التوفي دي موجوده وممكن تؤدي الى ديستراكشن للجوينت. ممكن يا جماعه وظيفه الكلى تقل ويبدا يكون ستونز، حصوات بنوع نيفرولايسيس، دي حصوات الكلى اللي هي عباره عن يوريك اسيد، الحصوات اللي هي عباره عن يوريك اسيد ستونز. طيب يبدا بقى الاتاكس تيجي بقى بشكل مستمر بشكل كبير، وحتى بين الاتاك يبقى في الم، حتى ما بين كل اتاك يبقى في الم، دي في حالات الكرونيك جاوت. بعد كده هنخش في نتكلم على اللوكيشن بتاع الجاوت اتاكس، عمليه الاتاكس دي بتحصل في انهي لوكيشن في الجسم. الموست كومن في اشهر الحالات في الصباع الكبير البيج تاو. فاكرين يا جماعه احنا كنا بناخد اناتومي، اناتومي ده طبعا كان فيه كده اسماء غريبه للمفاصل والعظام والحاجات دي. المفصل بتاع البيج تاو ده بيسموه كاسم كده، اسم المفصل الفيرست ميتا تيرزو فالانجيال جوينت، مش لازم الاسم، اعرف ان هو البيج تاو. طيب المشهور قوي بقى يبقى في الرجل عامه، في الانكل، في الركبه، في الانكل، الانكل دي من ضمن الحاجات المشهوره بعد الصباع الكبير ده. ولكن معرض ان الشخص ده يجي له في اي ايه، في اي جونز، في اي مفصل اخر، خاصه لو ما اتعالجش وتحول لكرونيك يجي له بقى في الاصابع زي ما احنا شايفين. فاكرين لما قلت لكم التوفي، التوفي دي اللي هي التوفي دي الكلكعه، دي الكلكعه، شايفين الكلكعه اللي بين المفاصل دي، دي اللي انا بقول لكم عليها بتيجي بين الشخص بقى لما يتحول لكرونيك بقى. الكلاكيع الكريستالز المتكونه دي بقى جراحه بقى، بيبداوا جراحه ويشيلوها بقى، وحاجات بقى المريض دخل في مرحله تانية خالص. طيب اللوكيشنز بتاعت التوفي دي، اللوكيشن بتاعتها في اي مكان بقى، ولكن خاصه في الرجل، في الرجل، بتبدا في الرجل وممكن تتطور بقى ان هي دي في الشخص المزمن بقى، ويبدا يدخل يتكون فيه الاصابع زي ما اصابع اليد زي ما احنا شايفين، وممكن تختلف من مفصل لاخر. في عندي انواع المفاصل يا جماعه، في عندي اللارج، مقاسات لارج جوينتس زي الاسماء اللي احنا شايفينها دي او الامثله دي، والميديوم جوينتس والسمول جوينتس. اي جوينتس من الحاجات دي، اي مفصل معرض ان هو يتكون فيه توفي. طيب في حاله كده عايزين نتكلم عليها، او لما الشخص ده يتحول بقى بنسميه بقى الديزيز ده كرونيك توفيشوس جاوتي اريستروباسي، كرونيك توفيشوس جاوتي اريستروباسي، ان الشخص تحول بقى الى ايه، ان بقى عنده التوفي دي بشكل كبير، وتحول الى شخص بقى خلاص بقى عنده ايه توفيشوس جاوتي اريستروباسي، بنقول عليها كرونيك توفيشوس جاوتي اريستروباسي، دي الاسم المرضي ليها. ليها سيفيريتي يا جماعه، ليها سيفيريتي بتختلف من شخص لشخص. مايلد لو الشخص ده في وان جوينت، عنده التوفي دي في وان جوينت وستيبل، يعني ما بتعملش مشاكل خلاص، هي موجوده وخلاص ستيبل بقى لها فتره في مفصل واحد بس، دي بنقول عليها مايلد من الكرونيك توفيشوس جاوتي اريستروباسي، دي حاله مايلد يعني. حاله مديريت من 2 ل 4 مفاصل وستيبل، من 2 ل 4 مفاصل وستيبل. اما بقى في حاله السيفير، السيفير عندي حاجتين، لو هي اكتر من 4 مفاصل ستيبل، او لو هو مفصل واحد او اكتر ولكن مش ستيبل، في الم على طول ومش ستيبل معاه على طول، مسبب له الم بشكل كبير، دي حالات المايلد والمديريت والسيفير بتاعت الكرونيك توفيشوس جاوتي اريستروباسي. مدينها كده في الحلقه عشان تبقى انت لما تيجي تقرا في ويب سايت او تقرا في ارتكل معين يبقى انت ايه دماغك كده حاضره مع الموضوع وفاهم الدنيا فيها ايه. طيب دي بقى صور للموضوع، دي توفي في الرجل هنا زي شايفين، في هنا في مفاصل، هنا في المفاصل دي برضو مشهوره من ضمن الحاجات، وصباع الرجل الكبير ده من الحاجات المشهوره، ده بقى واحد مزمن بشكل كبير بقى، كلاكيع بشكل كبير. ممكن تلاقيها في الاذن، دي ما هيش مفصل ولا حاجه، ولكن في بعض الحالات تلاقي التوفي في الاذن، في صوان الاذن زي ما احنا شايفين كده، ان اليوريك اسيد ابتدى ما يروحش بقى في الجوينت، يروح ويتجمع بقى في صوان الاذن في الاماكن زي ما احنا شايفين في الصوره دي هنا، ودي حاجه اكسبشن، هي ما تبقاش في الجوينت. لذلك مش قوي يعني الديزيز كتعريف، يقول لك في الانسجه، تجمع الكريستالز في الانسجه كتعريف دقيق جدا في الانسجه، ولكن احنا بنقول عليه في المفاصل والجوينت لان دي اشهر الحاجات دي. نيجي نتكلم بقى في الدايجنوزس. بص يا جماعه الامريكان كولج اوف روماتولوجي في الـ في الـ في الدايجنوزس عامله لي كرايتيريا معينه في الدايجنوزس، بتقول لي
مثاليا ايديلي كده، مثاليا ان انت تعمل دياجنوزس، ان انت تعمل جوينت فلويد تيست. تعمل ايه يا باشا؟ تروح تجيب، تروح المعمل يسحب لك بنيدل معينه كده، هيسحب لك ايه فلويد من المفاصل اللي انت بتعاني منها دي. انت قلت عندي اتاك اهو كده، مش هروح اقول لك اعمل تحليل، لا هقول لك المفروض بقى اللي بيحصل، لان اللي بيحصل حاجه العلم حاجه اللي بنتكلمه، واللي بيحصل في بعض الدول زي عندنا في مصر حاجه تانية خالص. فمعلش انا ماليش دعوه باللي بيحصل، خلينا نتكلم علميا، وانت بقى مع نفسك بقى لما تتعلم كويس وصح شوف انت هتعمل ايه. انا ماليش دعوه باللي بيحصل، الكلام ده ممكن ما بيحصلش خالص، يعني اللي الواقع عندنا في مصر حاجه تانية خالص، ولكن ده انا ماليش دعوه بيه. انا خلينا كده ننظف دماغنا من المفاهيم الخاطئه ونفهم الموضوع صح ونتعلم صح. اللي بيحصل ده بقى حاجه ممكن انت يا سيدي ربنا يكرمك وتسافر دوله تانية وتشوف الموضوع ده بقى قدام عينيك والتشخيصات، يبقى انت بقى متعلم صح، فاهم صح، تمام. ماليش دعوه يا جماعه، خلينا كده نتكلم علميا، ماليش دعوه باللي بيحصل. المفروض اللي بيحصل ايه مثاليا؟ ان انا اخد عينه من المفصل ده واروح احللها وابحث عن ايه؟ ابحث عن المونو صوديوم يوريت كريستالز، اللي زي ما احنا شايفين صورتها في الميكروسكوب كده، سكاكين. احنا شايفين سكاكين مش شايفين كريستالز عاديه، ده شكلها. طيب، طب الكريتيريا بتقول لي ده المفروض اللي يحصل. لو ما ده بقى خلاص طلع مونو صوديوم يوريت كريستال، خلاص ده جاوت، خلاص خلاص اتشخص، مش قادر اعمل كده. فانا عندي كريتيريا تانية بقى، ان انا اجمع سته من ال 11 نقطه دول. هم كان في ناس بتعملهم ال 11 على 12، لا هم ايه جمعناهم في 11 ايه سطر او 11 نقطه، ان انا اجمع سته او اكتر. يعني اقعد كده امسك اشوف المريض كده واجمع سته او اكتر من ال 11 نقطه اللي قصادي دول، لو انا مش قادر اعمل الايه الخطوه اللي فوق. طيب ايه هم بقى؟ هقول الاتي. اول حاجه ان الشخص ده قال لك انا اتعرضت للاتاك، يعني اتعرضت لهجوم، ويقعد يشرح لك بقى الهجوم ده على طول فجاه وبعد من 12 ل 24 ساعه. كان تساله كان الهجوم ده اشتد عليك قوي امتى؟ يقول لك بعد 12 ساعه او 24 ساعه. ده يبدا ياكد عليك فعلا ان في هجوم وكده، وتبدا ايه يقول لك ده كان محمره خلاص انت كده ايه رحت عامل صح قدام الاتاك دي، ان هو جات له اكتر من اتاك، اكتر من اتاك يعني واحده او اكتر. تيجي تساله تاني تقول له الانفلاميشن ده وصل في خلال، قال لك في خلال يوم في اخر ظهر للصبح كده شويه الم بسيطه، في نهايه اليوم بقى الم شديد وجاء، تروح عامل صح ناحيه الايه النقطه الثانيه. طب جات لك في 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 انهي مفصل؟ قال لك في مفصل ده سنجل جوينت واحده بس، مفصل واحد، تروح عامل رقم ثلاثه، جمعت ثلاث نقط اهو. طيب كان في احمرار؟ اه كان في احمرار، اربع نقط. طيب كان المفصل ده في الرجلين ولا هيقول لك في الصباع الكبير مثلا؟ هتقول له الرجل الصباع ده والصباع ده، لا يقول لك ده رجل واحده، يوني لاترال، صباع واحد، رجل واحده، ناحيه واحده، رجل يمين، رجل شمال، رجل واحده، عملت رقم خمسه. طيب ممكن بقى ما يبقاش في الصباع الكبير، يجي بقى في في الحته بتاعت الانكل دي من قدام كده، في كده حاجه اسمها ترازل جوينت، هنا ممكن يجي له فيها الاتاك. اه بدل ما يقول لك ما جاش في الصباع الكبير، دي اشهر مكانين، اللي هي المكان ده يا جماعه، المنطقة دي كده، المنطقة دي اللي أنا بقول لك عليه، دول أشهر مكانين. هتسأله المكان ده ولا ده؟ دي نقطة ودي نقطة. قال لك ده يبقى نقطة، قال لك ده يبقى نقطة، ويوني لاترال، يوني لاترال يعني رجل واحدة. خلاص يبقى أنت جمعت ست نقط، الشخص ده عنده جواب. أنت احتجت تحليل؟ جمعت ست نقط أهو. يبقى التحليل هنا نقطة من النقاط. عايز بقى تعمل كونفيرم قوي، تعمل النقطة رقم سبعة، تقول له روح اعمل لي تحليل يوريك أسيد، لقيت عنده إيه؟ هايبر ريسم. بس هقول له التحليل تعمله بعد اسبوع، جات له الاتاك مثلا، الاتاك لسه خلصانه منه النهارده، يقول لك انا خلاص ارتحت دلوقتي، اقول له بعد اسبوعين اعمل لي تحليل. ما تخليهوش يعمل تحليل في الاتاك. معظم الحالات اللي بتعمل تحليل في الاكيوت اتاك بيجي له السيرم بتاع اليوريك اسيد بتاعه ممكن يبقى لو، كمان ممكن يبقى لو عن الطبيعي. تقول له ازاي يا عم ده مش يوريك اسيد، ده مش جاوت. يعني واحد جات له الاتاك، الدكتور راح طلب منه تحليل يوريك اسيد لقاه طبيعي او اقل من الطبيعي، قال له لا يا عم ده مش نقص، ده انت اليوريك اسيد مظبوط عندك. يبقى التحليل لا يمثل القيمه في هذا الدياجنوزس، مجرد نقطه وليها تعتدي. ان انا افضل وقت ان انا دي في بعض الحالات يا جماعه، في بعض الحالات يعني ممكن يبقى عنده الجاوت ويروح يحلل يلاقي التحليل عنده عالي، يقول لك استعال، ولكن انا بقول لك في بعض الحالات راحت حللت في الاكيوت جاوت اتاك وابتدوا ان يلاقوا اليوريك اسيد عندهم اقل من الطبيعي، تمام. طيب يبقى ده ما هوش لذلك موجود كنقطة من النقاط اللي انا بجمعها. اخليه يعمل تحليل بعد الفلير، بعد الاتاك باسبوعين، ده افضل 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 وقت. طيب ما عرفتش اجمع من الحاجات دي، في عندي نقاط تانية، انه يبقى عنده الشخص ده عنده توفس او عنده توفي، اللي هي التوفي اللي هي الكلكية عادية، ممكن تبقى ان انا اشتبه فيها، ما هو مش انا مش عارف دي كلكية، ما عملتش انا ما سحبتش عينة وشفتها، ولكن انا عندي اشتباه او مؤكدة، يعني اتأكدت خلاص او مشتبه بيها. طالما اشتبهت فيها
او مؤكده كده كده هعملها كنقطه، مش شرط ان انا اتاكد منها، لو اشتبهت فيها هعملها كنقطه. طيب اخليه يعمل اكس راي بقى، اشعه اكس راي، وهشوف المفصل في عندي السيمتري في الـ في الـ في السوينج بتاع الجوينت، في عندي الجوينت كده في عندي ورم كده فيه مش متناسق، في ناحيه زياده عن ناحيه، هروح عامل نقطه اعلم ناحيه النقطه دي. رقم 10 هعمل اكس راي على السب كورتيكال سيست اللي موجود ده، واشوف في حوالين الانسجه ما فيهوش مش عامل ايه، مش عامل مشاكل في الانسجه، هروح عامل نقطه وعامل صح. رقم 11 بقى اسحب عينه من الجوينت، اسحب عينه من الجوينت واتاكد ان ما فيهاش عدوى، ما فيهاش انفكشن، يعني اروح اعمل مزرعه ليها ويديني نيجاتيف، يبقى ده ما فيش انفكشن هنا. دول 11 نقطة أجمع منهم 6 أو أكتر، يبقى الشخص ده اتشخص كعنده كمريض جاوت. اتفقنا يا جماعة؟ يبقى الجاوت في الأساس أعراض، وده اللي أنا اتفقت معاكم في أول الحلقة. نيجي بقى اليوريك أسيد نيفروليسايسيد، اللي هي حصوات اليوريك أسيد، زي ما احنا شايفين كده حصوة كده من اليوريك أسيد متكونة ومخرجينها، دي صورة ليها. اليوريك أسيد يا جماعة بيحصل له يعني بيتحول الى ان ايونايزد او ليس سوربل في الاسيديك ميديوم، يعني اليورين اصلا بيبقى اسيد، ولكن لما بيبقى اسيد قوي يعني حمضي قوي قوي قوي، اقل من 5 درجه البي اتش بتاعته اقل من 5.5، حمضي قوي، اليوريك اسيد يبدا يتحول لكريستلز كتير قوي، فيبدا يكون حصوات بقى، حصوات بقى تتكون في الحالب، في جزء من الكلى تتكون، دي كلها ايه حصوات تتكون في بدايه الكلى، يعني تنزف، دي كلها حصوات متوقع. الكيدني ستونز من اليوريك اسيد يا جماعه بتمثل عند بتتكون عند 10 ل 25 في الناس اللي عندهم جاوت، من 10 ل 25 من المرضى اللي عندهم جاوت بيجي لهم حصوات اليوريك اسيد. علاجها ان انا علاجها في الاساس ان انا اعمل الكلايزيشن للشخص ده، ادي له بايكربونات او سيتريت، عشان ايه؟ عشان عمليه الالكنايزيشن دي هتقلل الترسبات بتاعه اليوريك اسيد، اخليه مور سولوبل، وان انا اعمل بقى ان انا اخلي الشخص ده يشرب كميه كبيره من الميه عشان ينزل على طول كده، تشتغل تنزل على طول. ده بالنسبه كده المعلومه او حته بسيطه كده عن الحصوات بتاعه اليوريك اسيد. هنيجي بقى نتكلم على التريتمنتس، العلاجات. بصوا يا جماعه، اي علاج كده في عندي اهداف للعلاج، في عندي جولز كده محتاج ان انا احققها، ما انا مش هفضل استخدم مع المريض دي الادويه على طول، في جولز محتاج ان انا احققها. الجولز بتاعتي في علاج الجاوت ثلاث اهداف يا جماعه لازم اوصل ليهم او احققهم. اول هدف ان انا اخلي اليوريك اسيد في السيروم يوريك اسيد او تحليل اليوريك اسيد اقل من 6 مللي جرام بير دي سي لتر. طيب في بعض الحالات اخليه اقل من 5 مللي جرام بير دي سي لتر. مين الحالات اللي اخليه اقل من 5 مللي جرام؟ حاجتين يا جماعه، واحد لسه الاعراض بتجي له، واحد انا حققت الهدف معاه خليته اقل من 6 ولكن لقيت الاعراض لسه بتجيله، لا ده انا لازم اخلي الهدف بتاعي عندك انت بالذات كبيشن اقل من 5 مللي جرام بير دي سي لتر. ليه؟ لان انت لسه الاعراض بتيجي عندك. ليه؟ لان انت عندك توفي، لو واحد عنده توفي يبقى الهدف بتاعي ايه؟ اقل من 5 مللي جرام بير دي سي لتر. طيب الهدف الثالث ان انا اقلل الفريكونسي بتاعت الاكيوت جاوتي اتاكس، انا بدي له علاج عشان مش كل شويه يجي له الاتاكس، مش كل شويه يجي له الفلير دي ويحصل له المشاكل والبين والالام دي كلها، فانا بدي له علاج عشان دي الثلاث اهداف بتاعتي. بعد كده اتكلم يا جماعه على خيارات العلاج، التريتمنت اوبشنز. انا عندي تو اوبشنز، اول اوبشن هو النون فارماكولوجيكال ثيرابي، العلاج الغير دوائي وهو غير كافي، العلاج الغير دوائي وهو غير كافي، مجرد نصائح. اعمل ديتري موديفيكيشنز اللي هي ايه؟ اتكلمنا عليها قبل، اتكلمنا عليها في فقرتين في حلقتنا، في فقره الكوزز بتاعت اليوريك اسيد، فقره الريسك فاكتورز اللي هي الحاجات الافويد والحاجات الليمت. طيب من ضمنها برضو المجتمعات الغربيه اللي هي البيره، انه بيشربوا خمور، ودي حاجه مهمه جدا في المجتمعات الغربيه، الناس اللي بيشربوا خمور عندهم جاوت بيجي لهم اتاكس، الريكرنس بتاع الاتاكس عالي، الريت بتاع الريكرنس بتاع الاتاكس عالي. طيب انصحه بايه؟ بالخضروات، ما عدا طبعا اقول يبعد عن السبانخ والقرنبيط، دي من الحاجات اللي بينصحوا بيها قوي ان هم يبعدوا عنها. وفي انصحوا بحاجه تانية اللو فات والنون فات ديري برودكتس، ممكن انصحه بيها واشجعه ان هو يزود من الحاجات دي في الاكل يعني. طيب اقول له الفلويد، ظبط الفلويد بتاعك، اشرب كتير مشروبات وحاجات وعصائر وميه كتير. لو هو اوبيز اقول له قلل الوزن شويه، او خليه يعمل يقل الوزن او يخس يعني الاكسرسايز، لو هو ما بيلعبش رياضه اقول له انصحه بالاكسرسايز، لو هو بيدخن انصحه يبعد عن التدخين. دي حاجات مجرد نصائح، ولكن يعني ما هياش كافيه على الاطلاق لوحدها مع الجاوت، لازم علاج دوائي، الجاوت لازم فارماكولوجيكال سيرم. طب ايه هو الفارماكولوجيكال سيرم؟ انا دلوقتي هعالج الجاوت ده، هعالجه ازاي؟ هعالجه في مرحله الاتاك، واحد عنده اتاك من الجاوت دلوقتي
ولا اعالجه ان هو واحد عنده جاوت جات له بتجي له الاتاك على طول، وان انا عايز احميه ان ما يجيلوش الاتاك اعمل له بروفايلاكسس، او ان هو عنده هايبر يوريسيميا وعايز اقلل اليوريك اسيد عنده، او هو عنده كرونيك جاوت وعنده توفي وعنده حاجات من دي انا عايز اقلل اليوريك اسيد عشان ما يزودش الموضوع اكتر من كده. طيب فالعلاج بيختلف، استخدام الادويه في الجاوت بيختلف. هستخدم ادويه في الاكيوت اتاك غير الادويه اللي هستخدمها في الكرونيك جاوت. يبقى الاكيوت اتاك من الجاوت عباره عن الام وانفلاميشن، محتاج ادويه مضاده للالتهابات تقلل الالم والانفلاميشن، مش محتاج ادويه تقلل اليوريك اسيد. اقلل اليوريك اسيد ايه ده؟ اذا كانت الاتاك دي بتقعد من 7 على 14 يوم لوحدها من غير دواء، هقلل اليوريك اسيد في الفتره دي ازاي؟ كده كده اصلا اليوريك اسيد اوريدي اتكون، الكريستالز اوريدي اتكونت اوريدي عامله لي اتاك حاليا وهجوم حالي، مش هينفع راح استخدم ادويه بتقلل اليوريك اسيد في البلاد، ملهاش لازمه في الاكيوت اتاك. هستخدمها ليه في الاكيوت اتاك؟ بكل بساطه انا عايز حاجه بالالم والانفلاميشن ده تشيله، تقلل البين والانفلاميشن ده. هستخدم ايه؟ هستخدم ادويه ملهاش علاقه بالادويه بتاعت الكرونيك جاوت. نركز قوي يا جماعه، مهم جدا المعلومه دي. ادويه الاكيوت اتاك من الجاوت او الاكيوت جاوت غير الكرونيك جاوت بكل بساطه كده. اكيوت انا عايز اعالج البين والانفلاميشن اللي قصادي ده، مش عايز اقلل اليوريك اسيد في الدم دلوقتي، انا عايز احميه دلوقتي وبعدين اشوف بقى موضوع اليوريك اسيد ده عنده. طيب عندي ثلاث ادويه في الاكيوت اتاك من الجاوت، النون استرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، وكل والثلاثه هيستخدموا بشورت كورس. ليه؟ لان هي اصلا بتقعد حوالي اسبوع، ما مش هخليه يمشي عليها اسبوعين ثلاثه اربعه، لا ده شورت كورس من الادويه دي، والاتاك خلاص الاتاك دي جات له هبدا اقلل البين والانفلاميشن لغايه لما تروح لوحدها، وابدا اشوف الخيار بقى ان انا ادي له حاجه تقلل يوريك اسيد في الدم بقى. تمام، فدي الحاجات دي هستخدمها بشورت كورس، شورت كورس من تريتمنت. طيب نون استرويد الانتي انفلاماتوري دراجز دي يعني موضوع كده اتكلمنا عليه في الحلقه، لذلك احنا اتكلمنا عليه قبل ما نخش في البون والجون ديس اوردرز عشان عارفين ان احنا هنحتاجه. فدي كان الحلقه رقم 56، الناس اللي ما سمعتهاش تروح تسمع، ده حلقه مهمه جدا نون استرويد الانتي انفلاماتوري دراجز. طيب الكولشيسين ده شرحناه، الكورتيكوسترويدز اللي هي الكورتيزونات دي ما شرحناهاش لسه، هنشرحها في جزء الهرمونز ان شاء الله، ولكن دي من الحاجات اللي بتسويها. يعني عندي ثلاث خيارات، الكورتيكوسترويدز ممكن نستخدم الخيار الاورال او الانترا ماسكولار او الانترا ارتيكال روتس اللي هي داخل الحقن داخل الجوينت نفسها. دي ثلاث خيارات قدامي، نون استرويدال، كولشيسين، كورتيكوسترويدز، ثلاث خيارات فين؟ في الاكيوت اتاك من الجاوت. نيجي بقى نتكلم على الجايد لاين بتاع الامريكان كولج اوف روماتولوجي، الجايد لاين بتاع علاج الاكيوت اتاك عمل لي كده شويه حاجات احنا استخلصنا منهم الخطوات الاتيه. الخطوات الاتيه اللي هنتكلم فيها من الجايد لاين بتاع الامريكان كولج اوف روماتولوجي في علاج الجاوت اللي نزل في 2012، وده احدث حاجه عاملينها حتى تاريخنا هذا اللي احنا بنسجل بيه الحلقه تاريخ 21/8/2016. عاملين الخطوات الاتيه، احنا ملخصين الخطوات اللي قصادنا. اول حاجه اشوف السيفيريتي بتاعت الجاوت قد ايه. طب هعرف السيفيريتي دي ازاي؟ هنقول عليها، هل هو عنده في مفصل واحد ولا مفصلين؟ فكده ما اتكلمنا على السيفيريتي، عنده في مفصل ولا في مفصلين ولا اكتر؟ لو في مفصل الاتاك دي في انهي مفصل؟ دي بحدد الاول السيفيريتي، اول حاجه اقيم المريض، تقييم المريض. ثاني خطوه اختار العلاج على حسب السيفيريتي. يعني ايه؟ يعني لو البين مايلد لمودريت، طب اعرفه مايلد لمودريت ازاي؟ هقول لك من على السيفيريتي. السيفيريتي يا جماعه لو هو 1 جوينت او 1 او بعض الجوينتس الصغيره او لارج جوينت، واحد من اللارج جوينت او اكتر او اثنين من اللارج جوينت، دي مايلد لمودريت بين. يعني عنده الم في مفصل واحد او مفصلين من الصغيرين او مفصل كبير او مفصلين من المفاصل الكبيره، ده تصنيفه مايلد لمودريت بين، ده تصنيفه في السيفيريتي. هستخدم معاه مونو سيرابي اللي هو ايه؟ مونو سيرابي علاج واحد، لا اما نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز، لا اما كولشيسين، لا اما اورال كورتيكوسترويدز. كورتيكوسترويدز كورتيزونات عن طريق الاورال، ده الاختصار بتاعها اورال كورتيكوسترويد. تمام، اي خيار من الخيارات دي. طب انه الافضل؟ الافضل ده هنتكلم عليها بعدين بعيد الجايد لاين، ولكن الجايد لاين عامل ايفيدنس كلهم الثلاثه واخدين ايه الايفيدنس يا جماعه، اللي هي الادله اللي اتعملت على الادويه دي من التجارب، على من التجارب اللي اتعملت في ايفيدنس قويه، بتعمل قوه الايفيدنس بتبقى متصنفه اي بي سي. الايفيدنس اللي مصنفه في كل الثلاثه ايه؟ واخدين ايه؟ واخدين ايه يعني ايفيدنس قويه بتشير ان النون ستيرويد الانتي دراجز مفيد في الحاجه دي، واخد ايفيدنس ايه؟ والكورتيسين واخد ايفيدنس ايه؟ والاورال الثلاثه واخدين ايه؟ فالثلاثه كلهم زي بعض في الجايد لاين، ولكن انا هقول لك يعني الاطباء بيعملوا ايه، يعني بيبداوا بايه، ده لسه هنتكلم فيه. ولكن الثلاث مفيش خيار، نو بريفرنس للوان تشويس اوفر، يعني مفيش افضل ده عن ده، لا الثلاثه زي بعض، الثلاثه متساويين في المونوسيرابي، المفروض اختار اي حاجه منهم. ده اول حاجه. ممكن احقن كورتيزون في لو الواحد عنده في 2 1 او 2 لارج جوينتس،
عنده بقى الجوينت كبيره، فانا اقول له طب ما احقن لك فيها كورتيزون، يعني ممكن ده خيار كويس ان انا احقن له فيها كورتيزون، وهقول لك طرق الحقن، وهقول لك الحقن ازاي والجرعه ازاي لسه لما نيجي نتكلم على الكورتيزون. انا كده بفرد لك الجايد لاين او بنفنطه كده، لسه بقى هنتكلم عن كل الثلاثه دول هنتكلم عليهم واحده واحده. تمام. طيب لسه في حته المونوثيرابي، ان انا ممكن ادي له سنجل دوز من الاي ام كورتيكوسترويد زي ايه؟ زي ترايمسينولون. الترايمسينولون ده ممكن يتحقن كده اي ام سنجل دوز واكمل بعده باورال، يعني ادي له حقنه كده في الاول يوم كده واكمل بعده باورال. طيب لو الشخص ده بقى سيفير بين او بولي ارتيكولار اتاك، يعني اتاك في البولي ارتيكولار اللي هي اكتر من جوينت، عدد كبير من الجوينت، فانا بالتالي عندي سيفير بين، فمش هينفع معاه المونو سيرابي، هينفع معاه بقى الكومبينيشن سيرابي. والكومبينيشن سيرابي ما بين الثلاثه دول ازاي؟ ان انا ادخل الكولشيسين، كولشيسين مع نان سترويدال او كولشيسين مع الكورتيكوسترويدز. يبقى الكولشيسين مع النان سترويدال او الكولشيسين مع الكورتيكوسترويدز. طب ليه ما استخدمش نان سترويدال مع كورتيكوسترويدز؟ لان النان سترويدال ليها جي اي توكسيستي والكورتيكوسترويدز ليها جي اي توكسيستي، فانا عملت سينرجيست في جي اي توكسيستي. ده بالنسبه للكومبينيشن سيرابي. طيب ممكن اعمل انترا ارتيكولار كورتيكوسترويد، احن انترا ارتيكولار كورتيكوسترويد في الجوينت عند بعض الناس، يعني ممكن احن بقى استخدم خيار الحقن. كل مريض لازم اقيمه. ده بالنسبه لاختيار العلاج على حسب السيفيرتي، دي تاني خطوه. تالت خطوه ابدا في العلاج امتى؟ لازم ابدا في العلاج في خلال 24 ساعه من ظهور الاعراض. لازم عشان يبقى العلاج اقدر اتحكم في الفلير، لازم ابدا في العلاج في خلال 24 ساعه من ظهور الاعراض ما عدا الكولشيسين. الكولشيسين بيديني فتره سماح اكتر لمده 36 ساعه. يبقى الكورتيكوسترويدز والنانسترويدر في خلال 24 ساعه، الكولشيسين بيزيد شويه في خلال 36 ساعه، لازم شود بي لازم ده البدء في العلاج. طيب استمر على العلاج، حتى اختفاء الاكيوت، خلاص الفلير اختفت، ودي في الغالب من 5 ل 8 ايام بتختفي، يعني في الغالب الكورس ده بيبقى اسبوع من العلاج. طيب نفترض ان في خلال ابتديت العلاج في خلال 24 ساعه، في خلال ما حصلش ريسبونس في خلال 24 ساعه. طب ان اديكوت ريسبونس، يعني فشل في الريسبونس، احدده ازاي؟ احدد فشل الريسبونس ازاي؟ لو ما حصلش الريسبونس اقل من 20% في خلال 24 ساعه، او اقل من 50% في خلال يساوي او اكتر شويه من 24 ساعه، يعني في خلال يومين، اكتر اقل من 50% او في خلال يوم اقل من 20%، هنا يبقى ما فيش ريسبونس. لازم اعمل له ايه بقى؟ اعمل في خلاص في ما فيش ريسبونس، لازم اعمل سويتش. اول حاجه، اول خيار قدامي ان انا اعمل سويتش. كنت بستخدم نان سترويد، لا لا لا، هات كولشيسين او هات كورتيكوسترويد، اعمل سويتش للمونوسيرويد. طيب او اعمل ايه لو انا بستخدم نان سترويد؟ اعمل ايه؟ اضيف معاه الكولشيسين عشان انا محتاج ان انا اوصل للريسبونس بسرعه. طيب لو في بقى مشكله عندي خالص والموضوع مقاوم والشخص لسه بيعاني بشكل كبير، هحقنه حاجه اسمها انترليوكين 1 انهيبيتور زي الاناكاينر. الاناكاينر ده حقن كده موجوده، دي بتتحقن كده، ده خيار او اوبشن للناس الريزيستنت للحاجات دي كلها بعد ما اعمل معاه الخطوات دي كلها. طيب في النهايه لازم اعمل اديوكيت للبيشنتس. دي كلها يا جماعه النقاط بتاعت الجايد لاينز، ده فارماكوثيرابي من حلقتنا، احنا بنشرح بيزك فارماكولوجي، كلينيكال فارماكولوجي والفارماكوثيرابي. هندخل دلوقتي في الادويه ونشرح الايه البيزك فارماكولوجي بتاعي. طيب انا اعمل ايه في اخر خطوه؟ ان انا اعمل اديوكيت للبيشنتس، اشرح له، افهمه. ليه افهمه؟ افهمه الكلام اللي انا بقوله ده كله ليه؟ لان هو لما تيجي له الاتاك المفروض يبدا في خلال 24 ساعه من الدواء، مش هيقعد بقى يروح للدكتور ويستنى الدكتور والدكتور مسافر. لازم اشرح له وافهمه عشان يبقى هو عنده الاوبشن جاهز والادويه جاهزه، لما تجي له الاتاك في خلال 24 ساعه اعمل كذا كذا كذا، الكلام اللي احنا قلناه ده كله. دي من ضمن الحاجات المهمه جدا، العلامات الرئيسيه في الجايد لاينز. نيجي بقى نمسك حاجه حاجه من الثلاثه دول. النون سترويدال انتي انفلاماتوري دروجز، اندوميسازين، نابروكسين، سولونديك. ايه ده؟ اشمعنى الثلاثه دول؟ هقول لك ليه اشمعنى الثلاثه دول اللي كاتبهم، انت عندك مجموعه كبيره، ليه كاتب الثلاثه دول؟ طيب هقول لك دلوقتي. النان سترويدال يا جماعه بيعتبروها هم كلهم فيرست لاين، النان سترويدال، كولشيسين، كورتيكوسترويد كلهم متساويين، ولكن خلينا نقول ان هم المعالجين، الناس الدكاتره بيعتبروها كده الفيرست لاين، يعني بيبداوا بيها، يعني بيبداوا بالنان سترويدال انتي انفلاماتوري، ولكن علميا وبكل دقه لا، الثلاثه قد بعض عادي جدا، مش هفضل حاجه عن حاجه. طيب مفيش اي ايفيدنس قويه، مفيش اي دليل قوي، وكلها ادله ضعيفه بتفضل نان سترويدال دواء عن الثاني في هذا الاستخدام في الاكيوت جاوتي اتاك، يعني مفيش واحد هفضله عن الثاني، لا
مفيش ادله قويه بتقول لي كده. لو انا قلت لك ده احسن من ده وده احسن من ده يبقى ده كله كلام غير علمي، مفيش ادله قويه بتفضل واحد عن التاني. ولكن الاندوميسيسن تاريخيا ومن كتر استخدامه وجدوا ان هو حلو قوي، يعني خيار كويس في الاكيوت جاوت اتاك. ده تاريخيا ما بين الدكاتره كده بينهم بين نفسهم وجدوا. انما لو جينا عملنا ادله بقى وجبنا عدد كبير من البيشنس وقعدنا نشوف، ما فيش، لا كلهم زي بعض في افضليه، ولكن ده يعني مفضل شويه بيبداوا بيستخدموه. طيب الاف دي اي وافقت على ثلاثه بس، وافقت على حسب الادله اللي بتقدم لها وعلى حسب الادويه لما كانت بتتقدم لها، فعملت الانديكيشن بتاعها للثلاثه دول في الاستخدام، الاندوميسيز والنابروكسين والسرندج. الاثنين دول كده في الاستخدام هتلاقيهم مكتوبين ان هم توافق عليهم عشان يستخدموا في الاكيوت جاوتي اتاك، للثلاثه دول بس اللي توافق عليهم، لذلك احنا كاتبينهم. ولكن ده مش معناه ان الباقي مش افكتيف، ده مش معناه ان الباقي مش افكتيف. طيب السيليكوكسيب وده سيلكتيف كوكس 2 انهبيتورز، الناس طبعا بتاعت الناس بتاعت اللي سمعت الحلقه عارفه الكلام ده كويس، ممكن يتم استخدامه لو المريض عنده مشاكل، عنده مشاكل في المعده، عنده مشاكل للادويه النون ستيرويدال الثانيه. طيب الكومن سايد افكتس بتاعت العيله دي كتير جدا، ولكن هنلخصها: جي اي توكسيستي، مشاكل في الكدني، رينال ديس فانكشن، بيعمل الكاردي فاسكولار، بيريسك الكاردي فاسكولار ايفنتس اللي هي بقى تكوين جلطات والحاجات دي كلها، وان الشخص ده لو عنده هايبرتنشن عالي يعني هيبقى في مشكله عنده في الادويه دي، خاصه ان احنا هنبدا بجرعات عاليه قوي، يعني بناخد الماكسيمم دوز في الحاجات دي كلها، فبالتالي لو عنده مشاكل في الحاجات دي ممكن يعاني منها. طيب الجرعات يا جماعه لازم اديله الماكسيمم دوز عشان انا محتاج ان انا اقلل الاتاك دي في خلال كده، فابدا في خلال 24 ساعه واديله العدويه دي، ومحتاج اديله الماكسيمم دوز عشان ايه؟ عشان انا محتاج فعلا امنع الاتاك دي بشكل سريع، اعمل لها ريسولف بشكل سريع وكومبليتلي ريسولف، فانا هدي الماكسيمم دوز بتاعت الادويه. طب ندي شويه اكزامبل للجرعات في الاكيوت جاوت اتاك. نابروكسين مثلا لو هستخدمه 750 ملي جرام انيشالي، ده هبدا بيها، وبعدين 250 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم، ده اللي هو الاي ار. انا كده كده مش عندنا النابروكسين، يعني الاندوميسيسن ده اللي عندنا 50 ملغ ثلاث مرات في اليوم لغايه لما المريض يحصل له خلاص البين والاتاك تحصل له ريسول، يبقى 50 ملغ ثلاث مرات. السرندك ده بيستخدم 200 ملغ مرتين في اليوم. الايبوبروفين 800 ملغ اربع مرات في اليوم، ودي الماكسيمم دوز عشان يقدر يعمل ريسول للاتاك. كيتو بروفن 75 ملغ اربع مرات في اليوم، ودي الماكسيمم دوز. بيروكس كام؟ 20 ملغ مره في اليوم. السيلوكوكسيب بقى هنديه اول كده مره واحده كده 800 ملي جرام مره واحده، وبعدين بعدها في نفس اليوم كده في اليوم الاول هديله برضه 400 ملي جرام بعدها، بعدين هبدا اكمل معاه 400 ملي جرام مرتين في اليوم لمده اسبوع. دي الجرعات في الاكيوت جاوت اتاك. طيب الناس اللي عندهم يا جماعه مشاكل في الرينا والهبات في الليفر والكدني هقلل الدوز معاهم. الناس عندهم مشاكل في الجي اي ان هو يقول لك ده انا معدتي بتتعبني كده، هديله كروتون بام انهبيتور، او ان انا اشوف معاه خيار غير الخيار بتاع النون سترويد الانتي انفلاماتوري ثيرابي. نيجي لخيار الكولشيسين. الكولشيسين كدواء بنشرحه في فارما تيوب اول مره نشرحه معانا النهارده في حلقتنا، بيطلق عليه انتي مايتوتيك دراج، يعني دراج انتي مايتوزيس، يعني ضد، يعني بيقلل عمليه الايه الديفيجن بتاعه الخلايا، بيسموه انتي مايتوتيك دراج. ده بيجي اصلا من البلانت من النبات. الدواء ده يا جماعه بيستخدم في حاجتين مشهورين قوي: الاكيوت جاوتي اتاكس والفاميليال ميديترينيان فيفر، اللي هو حمى البحر المتوسط. حمى البحر المتوسط عباره عن اتاكس برضو كده بتيجي مغص وحاجات زي كده، دي وارتفاع درجه الحراره دي بنسميها، ودي بتبقى جينيتك، دي وراثيه، اللي هي حمى البحر المتوسط، مش انيميا البحر المتوسط، حمى البحر المتوسط، غير الانيميا بتاعت اتكلمنا عليها في الحلقه الماضيه. طيب ده الاستخدامين بتوع الكولشيسين. الكولشيسين يا جماعه بيقلل البين والانفلاميشن. ايه ده؟ يعني نانوس؟ لا 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 لا، اهدى بس عليا كده. بيقلل البين والانفلاميشن بتاع الاكيوت جاوتي اتاك، ولكنه دواء ليس مسكن، ما هو ملوش اي انالجيسك افكت. يعني لو واحد مخبوط في دراعه وخد كولشيسين مش هيخف؟ لا، ده هو بيقلل البين والانفلاميشن اللي في الجوينت اللي مسؤوله عنها الكريستالز بتاعه اليوريك اسيد اللي عامله المشاكل، هيقلل فيها البين والانفلاميشن، انما هو اصلا مش هيقلل البين والانفلاميشن في اي حاجه تانية ليها علاقه بحاجات تانية. تمام؟ وده بيحصل، البين والانفلاميشن بيقل في خلال 12 ل 24 ساعه، بيحصل ريليف يعني خلال 12 ل 24 ساعه. والكولشيسين ده بيقلل البين والانفلاميشن لسبب ان هو بيشتغل على بيقلل موضوع الميتابوليزم بتاع اليوريك اسيد، وفي حاجات كده بتحصل كده هقول لكم عليها في الميكانيزم، هو عشان كده بيقلل البين والانفلاميشن. الكولشيسين يا جماعه بيعتبروه يعني كده هو المفروض فيرست لاين في الجايد لاين زيه زي النون سترويد، ولكن الدكاتره معظمه بتفضلوا خيار تاني، يعني بتفضلوا كده بعد النون سترويد، ولكن كمعلومه علميه غير صحيحه، ده كده تجارب ما بين الدكاتره واللي بيحصل على ارض الواقع. طيب
الكولشيسين بيعمل ايه؟ ممكن تتسال في الميكانيزم بتاعه. هم على فكره بيشرحوا من ضمن الحاجات اللي بتتشرح في الجو في الكليه، مش هيشرح لك الكلام اللي احنا بنقوله ده كله، هيجي لك بس الادويه الكولشيسين اه هيشرحه لك وكده خلاص، وده اللي هتسال فيه يعني. فلو هتتسال في الكولشيسين في الكليه، سيبك في الكليه حاجه يا جماعه واللي بره حاجه ثانيه، ده كله يعني الكليه انت هتاخد بس شويه حاجات بسيطه جدا من ضمنها الميكانيزم بتاع الكولشيسين، ده بالنسبه لك في الكليه مهم فتركز عليه. بيرتبط بالمايكرو تيوبلر انترا سيلولار بروتين. في كده يا جماعه الخلايا بيبقى فيها بروتين كده بيمسك الخلايا نفسها، حاجه اسمها تيوبولين. تيوبولين ده من ضمن حاجات المايكرو تيوبول، دي اسمها مايكرو تيوبول كده، حاجه بتمسك الخلايا كده. التيوبولين ده من ضمن المكونات بتاع المايكرو تيوبول اللي قصاده دي، هو بيمسك في التيوبولين دي وبيعمل حاجات كتيره. في النهايه بيعمل ايه؟ ثلاث حاجات. بيعمل انهبت للسيل ديفيجن، لذلك سموه انتي ميتوتيك دراج. بيعمل انهبت لليوكسايت مايجريشن، يعني دي حاجات من ضمن الحاجات اللي ابتدى دخل في الانفلاميشن، عندي كريستالز موجوده في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجوينت في المفاصل، فبيحصل فيه سيل ديفيجن، بيحصل فيه بيحصل فاجوسايتوزس للكريستالز دي وتدخل جوه الخلايا، وبيحصل ليكوسايت نفسها الكرات الدم البيضاء بيحصل لها مايجريشن عشان تروح تهاجم وتعمل عمليه الانفلاميشن دي. ايه؟ خروج كيميكال ميدييتورز في المكان ده ناتج عن في مشكله في المكان ده، الكرات الدم البيضاء راحت خلايا راحت وحصل فيه ريليز لكيميكال ميدييتورز وانفلاماتوري ميدييتورز وعمل انفلاميشن. فهو بيعمل انهبت للحاجات دي، انهبت للسيل ديفيجن، انهبت لليوكسايت مايجريشن، بريفنت الفاجوسايتوزس. طيب السايد افكتس بتاعت الدواء ده مهم جدا، ممكن تشيل فيها دوز ديبندنت جي اي سايد افكتس. يعني ايه؟ يعني جي اي سايد افكتس معتمده على الدوز، كل لما ازود الدوز كل ما يزيد معايا السايد افكتس. نوزيا فوميتنج واشهرهم الدايريا، وبيحصل عند 50-80% من البشر، 50-80% من البشر، وبيحصل فين؟ في الجرعات العاليه، مع كل ما زود الجرعه يحصل الحاجات دي. طيب الاستخدام المزمن طبعا ده مع الناس اللي هم بيستخدموه في الفاميليال ميديترينيان فيفر، مايوباسي ونيوتروبينيا وبلاستيك انيميا والوبيشيا، دي في الاستخدام المزمن. في شويه ابحاث اتعملت حاجات كتيره، ولكن خلينا نتكلم ان الحاجات دي اشهر حاجه يعني. الدوز، بصوا يا جماعه عشان اقول لكم ان الحلقه معمولها ابديتد بشكل قوي جدا. الجرعات القديمه الكولشيسين كان بيستخدم على مدار سنين عديده بجرعات قديمه، اللي هي في بيقعد ياخد كولشيسين بجرعه عاليه كل ساعه لساعتين، دي الجرعه القديمه، خلي بالك كلامي ده في الجرعه القديمه، كان الدكاتره بيوصفوا الكولشيسين بجرعه عاليه كل ساعه لساعتين، يعني يقعد ياخد كل ساعه لساعتين جرعه لغايه لما يحصل له حاجتين، ان الاتاك تقل والبين يقل والانفلاميشن يقل او يحصل له دايريا. يعني هيقعد ياخد الدواء كل ساعه لساعتين لما يحصل له حاجتين، ان الاتاك تقل يبطل الدواء خلاص يوقف، او يحصل له دايريا فيبطل الدواء. ده الكلام ده قديم وما زال في دكاتره شغال عليه دلوقتي، وما زال في مواقع علميه ما زالت بتكتب الدوز القديمه دي، ولكن حاليا في دوز جديده اتعملت، لذلك الكولشيسين بقى خيار اول زيه زي النون سترويدال، لذلك الناس كانت بتخاف منه زي ما يقول لك لا ما تست كولشيسين، لا خلينا في النون سترويدال، الكولشيسين هيقعد بقى ياخد جرعات، لا لذلك ترى لما عملوا الايفيدنس القويه للجرعات القليله منه وجدوا ان الجرعه القليله من الكولشيسين فعاله زيها زي الجرعه العاليه، فوجدوا ان الجرعه القليله ما لهاش مشاكل خالص، فبالتالي خيار كويس جدا بالنسبه لي، فاعتبروه خيار زيه زي النون سترويدال كخيار اول. دي كلها معلومات عشان لما تروح تشرح لك من مكان تاني تبقى انت ملم بالكلام ده كله. حاليا بيستخدم بقى حاجه اسمها اللو دوز من الكولشيسين، 1.2 مللي جرام اول جرعه معايا، اول جرعه معايا، بعد ساعه هديله 6.1 مللي جرام، كمان بعد كده هديله 6.1 مللي جرام مرتين في اليوم. يبقى انا دلوقتي اول حاجه هديله 1.2 مللي جرام على طول، اول خلال 24 ساعه المفروض ابدا معاه الدواء ده، او المفروض يعني في خلال 36، بس اول ما اعرف ان في اتاك على طول ابدا معاه، لو هختار خيار الكولشيسين 1.2 مللي جرام على طول، بعد ساعه دي 6.1 مللي جرام، بعدين هيمشي بقى على جرعه 6.1 مللي جرام مره او مرتين في اليوم حتى الاتاك لما يحصل لها ريسولف اروح موقف الدواء. ودي جرعه قليله جدا، لو تيجي تقارن الجرعات العاليه هتلاقي الجرعه دي قليله جدا، ايه 6.1 مللي جرام مره او مرتين في اليوم، حاجه لا تذكر يعني، فدي حاجه سيف قوي. طيب الكونترا انديكيشنز، دي معلومات مهمه جدا يا جماعه، الدواء ده ما ينفعش يستخدم مع ادويه سترونج سايتوكروم بي 3A4 انهيبيتورز زي الاريثروميسين والكلاريثروميسين، وملونين وحاطين خطين تحت كل كلمه، خطين تحت الكونترا انديكيشنز، ما ينفعش يستخدمهم، المفروض في دراج انتراكشن، بس انا اقول لك كونترا انديكيشن ليه؟ مع الناس خاصه في الناس الرينال والهيباتيك امبيرمنت، واحد عنده مشاكل في الرينال، واحد عنده مشاكل في الليفر، خد الدوايين مع بعض الراجل ده مات خلاص. سمية عالية جدا ومميتة، مميتة بشكل كبير. ركزوا يا جماعة، الكولشيسين والكلاريستروميسين دونت ميكس،
الحاجات السترونج سيتوكروم بي سي اي 4 سواء مع النورمال، الناس النورمال او الناس الرينال او الهيباتيك، مع الناس النورمال هيعمل لهم توكسيستي، الناس الرينال والهيباتيك خاصه بقى في الجرعات الرينال والهيباتيك خلاص بقى مع ريسك قوي، لو هم حتى ماشيين بالجرعات العاليه، الجرعات العاليه بتاعت زمان ده تبقى ريسك جامد جدا. خلاص طيب، في تحذيرات، في من التحذيرات من الاف دي اي على الكلام اللي انا بقوله ده، نفس الكلام اللي انا بقوله ده، الكوليستين يا جماعه بيستخدم بحذر، ده بقى من غير الادويه اللي انا قلت لكم عليها الكاليستروماسين والاليستروماسين، لا هنا بقى الكوليستين لوحده كده يستخدم بحذر مع ناس عندهم مشاكل في الرينال والليفر. المفروض ان هو ما بيستخدمش اكتر من مره، يعني مره بس، يعني جرعته ما حصلهاش عادي، ما عادش الجرعه مره ثانيه، ادي له الجرعه بس وخلاص، وما كررهاش في خلال اسبوعين، ما كررهاش في خلال اسبوعين. طيب الناس اللي بيعملوا غسيل كلى، غسيل كلى المفروض الناس دي يا جماعه بتاخد الجرعه مره واحده بس، في الجرعه مره واحده 6 من 10 مللي جرام مره واحده بس، لان الدواء ده يا جماعه ما بيطلعش في غسيل الكلى، يعني غسيل كلى ما بيطلعش الدواء ده، فدي حاجات مهمه قوي، خاصه لو الناس عندهم مشاكل دي ابعد عنهم، في الافضل ان انا ابعد عنهم خيار الكولشي. نيجي بنتكلم بقى على خيار الكورتيكوسترويدز. الكورتيكوسترويدز يا جماعه المفروض يعني بين الدكاتره كده بيستخدموه لو النان سترويدر والكولشيسين مش جايبين ايه يعني، خيار كده بعد الثلاثه دول، ما في الشخص ده عنده مشاكل كذا وكذا وكذا، لا ابقى اختار له بقى الكورتيكوسترويدز، يبقى ده خيار، ولكن هو افكتيف ايفيدنس ايه؟ زيه زي الكولشيسين، زي النان سترويدر انتفيرومتد دراجز. الكورتيكوسترويدز يا جماعه زي اتفقنا زيهم زي كلهم زي بعض الثلاثه. طيب هستخدم ايه بقى؟ عندي كام خيار. اول خيار معايا يا جماعه هو الاورال كورتيكوسترويدز. الاورال كورتيكوسترويد ده الخيار الفيرست لاين، اول حاجه افكر فيها هو الاورال روت، اديله البريدنيزون بجرعه 5 من 10 مللي جرام بالكيلو جرام، يعني 30 ل 60 مللي جرام في اليوم لمده 5 ل 10 ايام. ولكن في بعض الناس يا جماعه لما بياخدوا الكورتيزون بالجرعات دي ثابته كده مش بيوقفوه تدريجي، يعني بيبقى عنده ريسك ان يحصل له الفلير تيجي له مره ثانيه، لما يجي يعني يوقف الكورتيزون مره واحده الفلير تيجي له مره ثانيه، يعني الناس دي بالذات نفضل ان احنا نديهم الكورتيزون بشكل تدريجي، يعني ندي له جرعه عاليه وبعدين نبدا ننقصها معاه، نسحب منه الدواء او نوقفه تدريجيا. هنيجي نعمل كده بقى مع الناس دي، يبقى عندي خيار تاني ان انا اديله البريدنيزون بجرعته اللي هي 5 من 10 مللي جرام في كل كيلو جرام من يومين لخمس ايام، وبعدين اوقفه تدريجي لمده 10 14 يوم. يعني ايه؟ ابدا بقى لو هو مثلا بياخد 40 مللي جرام اديله 40 مللي جرام لمده 4 ايام، وبعدين 20 مللي جرام لمده 4 ايام، وبعدين 10 مللي جرام لمده 4 ايام، وبعدين كده ايه اوقف. ده كده كاكزامبل معايا. تمام. طيب في بقى عملوا الفكره دي، في الفكره دي اتعملت على فكره، الفكره دي يعني انا لما شفت الموضوع عامه، الكورتيزون في امراض كتيره قوي، لما تيجي تدرس الكلام ده في امراض كتيره قوي بيحبوا ان هم في الحاجات دي يوقفوه تدريجي، فانا فكرت فكره ليه ما يعملوش الكورتيزون اقراص اورال كده زي حبوب منع الحمل مترقمه كده، وحبوب الوان اقراص الوان، يقول لك اول ثلاث ايام لون الاقراص لونها مثلا احمر، تاني ثلاث ايام لون كذا ولون كذا، لمده مثلا ثلاث ايام وثلاث ايام وثلاث ايام، كل قرص من اللون ده، كل لون من القرص ده دوز معينه تركيز معين، يعني القرص الاحمر ده 40 مللي جرام، القرص الثاني اللون الثاني 20 مللي جرام، القرص الاخير 10، ويمشي عليهم تدريجي ومترقم كده بالايام اللي هياخدها، يوم اول ثاني ثالث ثالث. فانا فكرت في الفكره دي لما بذاكر الموضوع ده، فلقيتهم عاملين بره، حتى كتبت الموضوع على الفيس، فلقيت واحد باعت لي صوره الدواء اللي هو الميثايل بريدنيزولون دوز باك. الدوز باك دي حاجه كده هنشوفها في الصيدليه، معموله بنفس بس مش بنفس فكره الالوان، لا هو معمول بعدد الاقراص، يعني اول ست اول يوم هياخد ست اقراص من 4 مللي جرام، ثاني يوم هياخد خمسه، ثالث يوم هياخد، رابع يوم هياخد اربع اقراص بس، ثالث يوم هياخد ثلاث اقراص بس، ثاني يوم اليوم اللي هو الخامس هياخد قرصين بس، اليوم الاخير لان هم الكورس ده ست ايام هياخد قرص واحد بس، فدي نفس الفكره. فالفكره دي الافكار الجميله جدا اللي ممكن تتعمل في ادويه اورال كورتيكوسترويد، تتعمل بالفكره دي في ناس كتير قوي هتوصفها، لان هم فعلا الكورتيزون في ناس كتير قوي بتوصفه ليه جرعات يتوقف تدريجي. طيب نيجي نتكلم بقى خيار اخر، وهو الاي ام كورتيكوسترويد، ان هو يحقن بقى تراميسينولون 60 مللي جرام، وبعدين يكمل معاه بالاورال كورتيكوسترويد زي ما احنا يعني اول حاجه يحقن اي ام حقنه، وبعدين يكمل معاه بالايه بالاورال. طيب او ان انا لما في خيار عندي ناس ادي له بقى حقنه انترا ارتيكولار، ان انا ادي له بقى تراميسينولون ان انا احقنه في الجوينت دي، لو هو عنده مشكله في الجوينت الكبيره، وان او واحد او اثنين جوينت الكبيره، لو هي كبيره قوي ادي له 40 مللي جرام، لو هي متوسطه 30 مللي جرام، والسمول جوينت 10 مللي جرام، وعرفنا اكزامبلز لللارج والميديوم والسمول جوينت.
ده بقى الدكاتره المختصين هم اللي لازم يحفظوا الكلام ده. الانترا ارتيكولار كورتيكوسترويد ممكن يتم استخدامه في كومباينيشن مع نون سترويدال او الاورال او الكولشيسين، يعني ممكن كومباينيشن انا اخد احقنه في الـ في الـ في الـ في الجوينت وابدا اكمل معاه خيار من الخيارات اللي احنا اتكلمنا عليها. ده بالنسبه يا جماعه للاكيوت جاوتي اتاك. كده انا اتكلمت على الاكيوت، خلاص حاله الاكيوت. طب انا بقى عايز اعمل ايه؟ عايز اعالج الجاوت، اعمل بريفنشن للجاوت ما اخليش يجي له اتاك مره ثانيه او الكرونيك جاوت، واعالج الهايبر يوريسيميا يعني اقلل اليوريك اسيد في الدم. الادويه اللي هنتكلم عليها دي بتقلل اليوريك اسيد في الدم. دلوقتي هنتكلم على الادويه اللي بتستخدم في الجاوت بريفنشن او الكرونيك جاوت والهايبر يوريسيميا. عندي حاجه اسمها اليوريت لويرنج ثيرابي، يو ال تي، مصطلح واختصار مهمين قوي لو هتقرا في كتب من الحاجات المهمه اللي انت تعرف. يوريت لويرنج ثيرابي بيستخدم ايه فين العلاج ده؟ في الهايبر يوريسيميا والجاوت بريفنشن. ده استخدامه في الجاوت بريفنشن اند هايبر يوريسيميا. طيب الامريكان كولج اوف روماتولوجي عامل لي جايد لاين كده عشان استخدم فيها الادويه دي، خطوات كده ملخصينها في الاتي: امتى اعمل الانديكيشنز بتاعت السيرابي ده، امتى استخدم اليوريت ليورنج سيرابي. بستخدمه يا جماعه مع الاشخاص الاتيه: واحد عنده هيستوري من الجاوت على الاقل على الاقل مرتين في خلال عام. يعني ايه؟ جات له اتاك او الفلير مرتين في خلال عام واحد. طيب يبقى ده هستخدم معاه يوريت ليورنج سيرابي. هستخدمه مع واحد عنده الجاوت وعنده كرونيك كيدني ديزيز فوق المرحله رقم 2، المرحله رقم 2 من الكرونيك كيدني ديز او اعلى من المرحله رقم 2، وجات له اتاك مره واحده بس في السنه. يبقى اللي جات له اتاك مره واحده في السنه ده وهو عنده كرونيك كيدني ديز مرحله 2 او اعلى، ده مسموح له ان انا استخدم معاه اليوريت لويرنج سيرب. واحد عنده توفي، واحد عنده توفي خلاص متكونه، يبقى استخدم معاه يوريت لويرنج سيرب. واحد عنده مشكله او هيستوري ان هو اتكون عنده حصوات اليوريك اسيد في الكيدني، استخدم معاه اليوريت لويرنج. دول أربعة يستخدم معاهم اليوريت لويرنج سيرب على حسب العلم اللي بيقول. عندنا هنا يا جماعة أي حد عنده أتاك أو على طول بيبدأوا معاه بالحاجات دي، يبقى اللي إحنا بنقوله حاجة واللي بيحصل عندنا حاجة تانية. طيب بيقول لي الكلام ده، الكلام الأربعة دول، الأربعة دول حتى لو رحت عملت كيوريك أسيد كونسنتريشن ولقيته نورمال أو عالي بشكل بسيط، حتى لو يبقى اليوريك أسيد تحليل كتحليل لا مش هو اللي انا اعتمد عليه، هعتمد على وصف اليوريت لورنج ثيرابي على الاربع حالات دول يا جماعه. طيب واحد من الاربعه ابتديت ان انا احدده، هبدا اعمل معاه الادويه دي. هستخدمها ازاي؟ هعمل معاه انيشيشن، انا ابدا استخدمه معاه. في عندي ادويه فيرست لاين وفي ادويه حاجه اسمها الترنيتيف فيرست لاين، يعني لو واحد عنده مشكله من الفيرست لاين في حاجات بديله عن الفيرست لاين. الفيرست لاين هو حاجه اسمها الزانسين اوكسيديز انهبيتورز، ده كلاس من الادويه بيضم دوايين الوبيورينول او فيبوكس ستيت. انا هدي له واحد من الاثنين دول، الاثنين زي بعض، هدي له واحد زي دول هقول لك الفروق بينهم، ولكن ككفاءه الاثنين هيكونوا زي بعض. حاجه بقى الترنيتيف فيرست لاين، يعني حاجه واحد بقى مش نافع معاه ده ولا ده، هبدا ان انا اخد معاه بديل للفيرست لاين اللي هو البروبنسيد. ده عيله اسمها يوريكوزيوريك، يوريكوزيوريك دي عيله. لو الزنسين اوكسيديز انهبيتورز، ده الاختصار بتاع الزنسين اوكسيديز انهبيتورز اللي هم الدوايين دول، كونترا انديكيتد او مش عندهم الكفاءه ان هم يعالجوا هذا الشخص، فهبدا ان انا اضيف معاه او ابقى بديل للبروبنسيد. ده بالنسبه للانيشيشن. هنيجي نتكلم بقى على الادويه دي. الادويه دي يا جماعه لما بيبداوا يعملوا معاها بيدوها في الانيشال سيربي، يعني اول ما يبداوا بها العلاج، ممكن يحصل ريسك ان يحصل فيه فلير او اتاك للشخص اللي عنده الجاوت، يعني يحصل له ريسك للاتاك او الفلير. ليه؟ بيقول لان الادويه دي بتقلل اليوريك اسيد بشكل في الدم بشكل ملحوظ، فهتعمل حاجه اسمها ريموديلنج للارتيكولار يوريت كريستال. الكريستالز اللي موجوده في الارتيكولار دي هيحصل لها ريموديلنج عشان حصل ديكريز لليوريت كونسنتريشن لما ابتديت استخدم الادويه دي، فممكن يحصل فيه فلير تتكون، سوري فلير او اتاك يحصل. فانا المفروض ان انا احمي المريض ده من الفلير اللي ممكن تحصل لما ابدا معاه اليوريت ليورنج سيرب. فانا هحميه ازاي؟ ان انا استخدم معاه الثلاث ادويه اللي قلت لكم عليها، نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز او الكولشيسين او الاورال كورتيكوسترويدز، ولكن هستخدمهم بجرعات اقل من اللي انا كنت بستخدمها في الاكيوت اتاك. هستخدمها امتى؟ مع يعني في اليوم اللي انا هبدا فيه اليوريت ليورنج سيرب، ممكن ابدا معاه النون سترويدال او الكولشيسين او الاورال كورتيكوسترويدز كشورت كورس من الحاجات دي، او جاست بيفور قبلها بيومين ولا حاجه، قبل ما ابدا يوريت ليورنج سيرب قبلها بيومين ابدا معاه الحاجات دي. طب ايه بقى الفيرست لاين في الحاجات دي؟ الفيرست لاين هو الكولشيسين. انت قلت لي قبل كده ان الثلاثه زي بعض، زي لا الثلاثه زي بعض في الاكيوت جاوت اتاك، انما لما اوصف هنا كبروفايلاكسس ان ما يحصلش اكيوت جاوت في اليوريت لويرنج ثيرابي، هوصف اول حاجه الفيرست لاين اوبشن عندي هو الكولشيسين.
في اللو دوز 6 مللي 6 من 10 مللي جرام مره او مرتين في اليوم، اوعى تنسى التحذيرات، الكلاريستروميسين والريستروميسين والكونترا انديكيشن، الناس عندهم مشاكل في الرينال والليفر والدوز ادجستمنت، ما تنساش الحاجات دي شرحناها قبل كده. ده بالنسبه للكولشيسين. مش نافع مع الكولشيسين هبدا ان انا الترنيتيف فيرست لاين، بديل للفيرست لاين هو ان انا استرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، عندي زي اكزامبلز كده كاكزامبلز، عندي 250 مللي جرام مرتين في اليوم من النابروكسين الاندوميسيزن 25، كنا هناك بنستخدمه 50 لقينا 25 ومرتين كمان هناك، كنا بنستخدمه 3 مرات هنا مرتين في اليوم و25 مللي جرام، فدي دوز قليله، لو دوز من اللي ولو دوز من الكولشيسين ولو دوز كمان من الاورال كورتيكوسترويدز. لو الكولشيسين مش نافع او ان انا استرويد مش نافع، فانا هبدا افكر في خيار الاورال كورتيكوسترويدز بريدنيزون، البريدنيزون او البريدنيزولون 10 مللي جرام، مش اقل يعني، اقل من 10 مللي جرام في اليوم. ده بالنسبه للو دوز، يعني دي الاوبشنز اللي قصادي بالترتيب ده على حسب كلام الجايد لاين. طيب الجول بقى، هدفي، هدفي في اليوريت لايرنج ثيرابي ان انا اوصل طبعا للسيرم يوريك اسيد اقل من 6 مللي جرام بير دي سي لتر، في اقل من 5 مللي جرام لو الشخص ده عنده مشكله او سيمتومز او عنده توفي، والكلام ده شرحناه من شويه. طيب اعمل بقى ايه؟ انا وصلت للهدف بتاعي، انا يا جماعه ماشيين بالترتيب اهو. اول حاجه ايه عشان الناس تركز معانا، معلش انا اسف، اول حاجه هبدا اشوف الشخص ده ينفع معاه ولا لا، اللي هم الاربع اشخاص دول، لقيته ينفع معاه هختار الفيرست لاين او الالترنيتيف فيرست لاين. ابتديت ابدا هبقى واخد في بالي ان ممكن يجي له فلير او اتاك، فهبدا معاه ايه باحد الخيارات دي عشان احميه من الاتاك اللي ممكن تحصل. ابدا اشوف الهدف بتاعي، الهدف بتاعي ده اوصل له ازاي، كل ابدا معاه باليوريت لايرنج سيربي وكل اسبوعين لخمس اسابيع اعمل له تحليل لغايه لما اوصل للهدف بتاعي. وصلت للهدف بتاعي بعد ما انا بعمل مونيتورنج للسيرم يوريت كل اسبوعين لخمس اسابيع، وصلت للهدف بتاعي، اعمل استمر ولا اعمل ايه؟ ايوه تستمر، بعد ما توصل للهدف بتاعك تستمر في العلاج حتى لو مفيش اتاك لمده 3 شهور لست شهور، يعني تستمر معاه في اليوريت لايرنج سيرب لمده 3 لست شهور. طيب بعد كده خلاص، بعد كده خلاص بقى استمرت لي 3 6 شهور، بعد كده اعمل مونيتورنج بقى، بس ما وقف علاج اليوريت لايرنج سيرب واعمل مونيتورنج. المونيتورنج ده كل قد ايه؟ كل 6 شهور يعمل تحليل. ده بالنسبه للخطوات العلاجيه. نيجي بقى نتكلم على الادويه كفارما بقى، خلصنا جزء الفارماكوثيرابي نتكلم كفارما. الزنسين اوكسيدايز انهبيتورز عيله مهمه جدا بتضم هنا دوايين، الوبيورينول وده الاول والاقدم واللي بيستخدم على سنوات عديده جدا جدا، والثاني الدواء الثاني لسه ظاهر من 2008 هو في بيكسوستين. الالوبيورينول يا جماعه كستراكشر شكله كيميائيا كده شبيه بالبيورين، شبيه بالبيورين زي الهايبوزنسين، شبيه يعني شايفين الالوبيورينول ده الكيميكال ستراكشر بتاعه، وده الهايبوزنسين. الفرق ما بينهم ان الان دي هنا والان دي هنا فوق، ده الفرق يعني الكيميكال ستراكشر في سيميلاريتي. طب الزنسين اوكسيديز بيشتغل على ايه؟ الزنسين اوكسيديز بيحول الهايبوزنسين الى زنسين والزنسين الى يوريك اسيد. طب لما انا ادي المريض الوبيورينول والاستراكشر سيميلاريتي ما بينه وبين الهايبوزنسين والزنسين، فالزنسين اوكسيديز هيتلخبط، لا هو عارف الالوبيورينول ده هايبوزنسين ولا زنسين، فبالتالي الالوبيورينول والهايبوزنسين الاثنين هيتخانقوا على الزنسين اوكسيديز. الزنسين اوكسيديز طبعا بيحول، هيحول ده ويحول ده، هيحول ده لالو زنسين وهيحول ده للزنسين، فهيتخانقوا، فهيحصل انهبت لليوريك اسيد برودكشن، تصنيع اليوريك اسيد نتيجه ان هنا في خناقه بتحصل، الهايبوزنسين مش واخد الفرصه الكامله ان هو يكون اليوريك اسيد، في هنا واحد بيتخانق مع الانزيم ده، فحصل في كومبيتيشن منافسه وتنافس ما بينهم، فبالتالي تصنيع اليوريك. ده الميكانيزم بكل بساطه جدا على حسب ايه الالبينول الاستراكشر بتاعه في سيميلاريتي، فهو ده اللي ايه اللي قلل تصنيع اليوريك اسيد. طب بالنسبه للكاينيتكس بيمتص بشكل جيد جدا، حوالي 80% واكتر بيمتص بعد الاورال ادمنستريشن، الميتابوليزم بتاعه بيتحول الى الوزنسين اللي هو الالوزنسين ده، وده حاجه ما في او بيسموه اوكسيبيرينول، حاجه ما هيش توكسيك او حاجه، بس وبتخرج عادي. الهاف لايف بتاعته بتاخد مره واحده في اليوم، لونج هاف لايف مره واحده الدوز بتاعته، الاكسكريشن عن طريق اليورين وعن طريق الفيسز جزء من هنا وجزء من هنا، الميكانيزم بتاعه لسه شارحينه دلوقتي وبسيط جدا ما فيش اي مشكله. يبقى هو مش بيجد، نركز، هو مش بيشتغل دايركت على الزنسين اوكسيديز ويقفله، مش بيمسك في الانزيم كده ويقفله ويبوظه، لا ده بيتخانق مع الانزيم على العمل بتاعه. غير بقى الدواء الجديد اللي انا هقوله لك اللي هو الفيبوكسيستين، لا ده دايركت على الانزيم، بيمسك في الانزيم دايركت ويبوظه، ده الدواء الثاني من العيله اللي انا لسه هشرحه دلوقتي. طيب بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في يوريت لويرنج سيرب اللي هو ايه، علاج الجاوت في الكرون جاوت والكرونيك جاوت. مش لازم اقول لك كرون جاوت يعني حرام لو انت قلت الالوبيرونول ده بيستخدم في الاكيوت اتاك، حرام عليك بجد يعني، تمام؟ فما دي حاجه مش يعني بديهيه خالص. اكيوت ده اكيوت اتاك انا بعالج بينو انفلاميشن، مش بعالج ما بنقصش انا يوريك اسيد في الدم،
اليوريت لورنج سيرف ده حاجه تانية، فالناس ناس يعني ايه تركز كده معانا، مفيش حاجه اسمها اليوريت لورنج سيرف في الاكيوت اتاك، مفيش دي حاجه خالص، دي نون سترويدال، دي حاجات انتي انفلاماتوري، وكورتيكوس دي حاجات مالهاش علاقه باليوريك اسيد اصلا، تمام. طيب الجاوت والهايبر يوريسيميا، الهايبر يوريسيميا الناتجه من الكيمو سيرب، في ناس بتستخدم كيمو سيرب وقلنا بتكسر التيومر، والتيومر بيطلع بيورين، والتيومر لما بتحلل الخلايا التيومر بتحلل بيطلع بيورين، فبيبقى عندهم يوريك اسيد عالي قوي، فدي بنسميها هايبر يوريسيميا سكندري ناتجه من الكيمو سيرب. الدوز، الدوز بتاعت الالبرينول عامه كده هم بيوصفوه في الاول بجرعه 100، يعني بجرعه 100 وبعدين بيوصفوه جرعه 300 يعني، بس هي الدوز بتاعته ليها طريقه شويه، فيها ثلاث حاجات. اول حاجه الستارتنج دوز، بعدين اعمل تايتريشن، وبعدين المينتيننس دوز. الستارتنج دوز هبدا معاه مش اكتر من 100 ميلي جرام في اليوم، مش اكتر من 100 ميلي جرام في اليوم. الناس عندهم كرونيك كيدني ديزيز ستيج رقم 4 هبدا معاهم ب 50 ميلي جرام في اليوم. هبدا اعمل تايتريشن للدوز كل اسبوعين لخمس اسابيع، ابدا عشان اوصل للماكسيمم دوز، والماكسيمم دوز بتاعتي هي 800 ميلي جرام في اليوم مع الناس اللي عندهم نورمال رينال فانكشن. طيب لغايه لما اوصل لايه، للتارجت بتاعي، الهدف بتاعي، لو 6 مللي جرام بالدي سي الناس عاديها، 5 مللي جرام بالدي سي لتر للناس اللي عندهم ساينز او سيمتومز او الناس اللي عندهم توفيق. طب المينتيننس دوز، المفروض ان المينتيننس دوز دي ممكن تبقى اعلى من 300 مللي، يمشي على اعلى من 300 مللي جرام في اليوم، حتى لو عنده كرونيك كيدني ديزيز، ولازم اعلم البيشنت واقول له خلي بالك اوعى يجي لك مشاكل الدواء ده اللي هي ايه هايبر سنسيتيفيتي، لو حسيت بحساسيه او هرش او في حاجه كده في هرش قصادك، او طالع لك حاجه في الجلد او حاجه، او لقيت الانزيمات الكبديه عاليه عندك، تعالى قول لي عشان دي توكسيستي من الالوبيرينول. السايد افكتس بقى، السايد افكتس حوالي 20% من الناس اللي بيستخدموا الالوبيرينول بيجي لهم سايد افكتس. السايد افكتس في الغالب اللي هي الطبيعيه جي اي سايد افكت، نوزيا، فوميتنج، دايريا، ولكن في عندي سايد افكت مهم جدا وخطير والمورتاليتي بتاعته عاليه، حوالي من 20 ل 25% من الناس اللي بيجي لهم الايفكت ده بيموتوا، اللي هو بيسموه الالبيرينول هايبر سنسيتيفيتي سيندروم، وده ممكن تتسال فيه الالبيرينول هايبر سنسيتيفيتي سيندروم. ده بقى هايبر سنسيتيفيتي رياكشن عاليه جدا جدا، بيعمل ارتكاريا، والشخص ده ممكن يحصل له حاجه اسمها ستيفن جونسون سيندروم، نوع من انواع من انواع الحساسيه، او يحصل له هيباتوتوكسيستي، ويجي يحصل له ايوزينوفيليا، نقص الايوزينوفيل في الكرات من احد كرات الدم البيضاء. ده بالنسبه للالبيرينول هايبر سنسيتيفيتي سيندروم، لذلك المريض اقول له خلي بالك لو جالك حساسيه او اي حاجه وقف الدواء وتعالى روح تابع للدكتور. طب دراج انت رياكشن، الالبيرينول يا جماعه بتفاعل مع ادويه مهمه جدا زي الستة ميركابتوبيورين والازاثيوبرين او الازاثيوبرين والسايوفيلين، الحاجات دي بتفاعل معاها، ولازم ان انا اقلل الجرعه دي يا جماعه حوالي الثلث او الربع، جرعه الادويه الثلاثه اللي انا قلت لهم دول بيتفاعلوا مع الالبيرينول، دول اشهر ثلاثه بيتفاعلوا يعني. ده بالنسبه للالبيرينول. نيجي بقى للفيبوكسستات. الفيبوكسستات هو زنسين اوكسيديز انهيبيتور، الاستراكشر بتاعه ملوش علاقه خالص بالالبيرينول، شايفين الاستراكشر ده، الاستراكشر حاطينه كده عشان تبقى فاهم، يعني مش هتحفظه اكيد، ولكن عشان تبقى فاهم ده حاجه وده حاجه تانية خالص في الاستراكشر. طب ده بقى بيشتغل ميكانيزم تاني خالص، ما بيتخانقش ولا حاجه، ده بيروح للانزيم دايركت ويقفله، سيلكتيف دايركت نون كومبيتيتيف بلوك للاكتيف سايت بتاع الزنسين اوكسيديز انزيم ويقفله. الدواء ده اتوفى عليه في 2009 وابتدى يظهر كده في 2008، ولكن اتوفى عليه فعليا في 2009، وابتدى يتوفر في مصر بصراحه، يعني في شركه من الشركات المحترمه قوي اللي موجوده عندنا في مصر، شركه الحكمه، ابتدت توفره من حوالي 3 سنين ولا حاجه من التاريخ ده على ما اعتقد يعني، ودي حاجه كويسه، ولكن عندنا في مصر الطب في مصر عندنا قديم قوي، الناس قوي الالوبيرينول ده الزيلوريك ده اللي هو الالوبيرينول خلاص معتقد كده خلاص راسخ، حتى لو في حاجه جديده مفيش، هو معتقد راسخ عندهم كده. طيب مع ان على فكره الافكس بتاعتهم يعني الكفاءه بتاعتهم واحده، ولكن هنا ممكن ناخد دي بدوز يعني ده بيتميز، ده اكيد بيتميز بحاجات حاجات هنقولها دلوقتي. ايه الفروق ما بينهم؟ الفرق ما بين الفيبوكس ستيت والالوبيرينول بالنسبه للسيميلاريتي اللي بينهم، الاثنين زي بعض، الاثنين نفس الانديكيشن، الاثنين هيستخدموا في نفس الانديكيشن، نفس الوصف، نفس اليوزز، الدراج انتراكشن نفس الدراج انتراكشن، الاثنين نفس الدراج انتراكشن، الاثنين بريجننسي كاتيجوري سي، الاثنين بريجننسي كاتيجوري سي، بيستخدموا لو النفع بتاعهم اقل من الضرر بتاعهم. الخلاف بقى الكوست بقى، الفيبوكس ستيت اغلى، الفيبوكس ستيت اغلى، الميكانيزم الالبيرينول كومبيتيتيف، الفيبوكس ستيت نون كومبيتيتيف، السايد افكتس الالبيرينول زياده شويه، يعني الالبيرينول نقول له خده مع الاكل عشان ما تعبش، لا الفيبوكس ستيت عادي عادي مش مشكله، مش هيظهر قوي تاثير السنسيتيفيتي مع الالبيرينول عاليه قوي، الفيبوكس ستيت نادره. طيب الكرونيك كيدني ديزيز، لا الالبيرينول محتاج نعمل ادجستمنت للدوز، لا الفيبوكس ستيت ما بيحصلوش ادجستمنت للدوز، دي حاجات مميزه. طب الدوز الاثنين بتاخده على فكره مره واحده في اليوم، يعني دي من ضمن السيميلاريتيز برضو، يعني دي حاجات كده احنا مطلعينها عشان تبقى انت عارف الفرق ما بين الفيبوكس ستيت والالبيرينول. الفيبوكس ستيت متوفر عليه في ثلاث جرعات 40 و80، ده الحاجات المتوفر عليه، يعني ممكن يبقى فيه
في جرعه في تركيز 60 بس، هو ده الحاجات اللي متوفر عليه 40 و80 و120. هبدا مع المريض 40 ملي جرام مره في اليوم، وابدا ان انا ازود معاه، ممكن اديله 80 ملي جرام مره في اليوم، مره في اليوم اوصل معاه، ممكن 120 ملي جرام مره في اليوم لغايه لما اوصل للهدف بتاعي. الناس يا جماعه اللي عندهم سيفير رينال امبيرمنت، الناس اللي هم سيفير رينال امبيرمنت كرياتين كلينس بتاعهم اقل من 30 ملي بير مينت، ده هستخدمه بحذر، ولكن ما عنديش داتا، يعني ما عنديش ايفيدنس قويه بتقول لي الدواء ده بيعمل مشاكل مع، ولكن يعني لسه ما توفرتش داتا للدواء ده مع السيفير رينال امبيرمنت. فاينالي في النهايه الفيبوكس ستيت والالوبيورينول الاثنين ايكوالي افكتيف في علاج الريكرنت جاوت. مش هقدر بقى اقول لك ده لا، انت عندك الاحسن بقى في الايه، في الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، ولكن ككفاءه في العلاج الاثنين زي بعض. تمام، نيجي نتكلم بقى على مجموعه اخرى. كده خلصنا مجموعه الزنسين اوكسيديز انهيبيتورز، هندخل في مجموعه اخرى وهي اليوركز يورك ايجنتس. العيله الاولى اللي هي الزنسين اوكسيديز انهيبيتورز دي كان بتقلل صناعه اليوريك اسيد، صناعه اليوريك اسيد. عيله اليوركز يورك ايجنتس دي عائله بتزود خروج اليوريك اسيد، يبقى انا قللت صناعه اليوريك اسيد بالزنسين اوكسيديز انهيبيتورز، هنا هزود خروج اليوريك اسيد باليوركز يورك ايجنتس. اليوريك زيوريك ايجنتس دي معناها يعني يوريك زيوريك دي معناها زياده اليوريك اسيد خروجه، يعني زياده الاكسكريشن بتاع اليوريك اسيد في اليوريك. عندي دوائين يا جماعه، في ادويه كتير اليوريك زيوريك، ولكن عندي دوائين هنا هنشرحهم. البروبنسيد ده المفروض لوحده بيتشرح، والسلفين بايرازون ده مش بيستخدم، والبروبنسيد ده هو اللي بيتشرح في، هتلاقيه مكتوب في كل الكتب او موجود في كل الكتب. الاثنين دول يوريك زيوريك دراجز، الادويه دي يا جماعه بتزود خروج اليوريك اسيد عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي بتقلل من عمليه الري ابزوربشن اللي هي الثانيه، مش احنا قلنا في اثنين ري ابزوربشن، الري ابزوربشن اللي هي البوست سكيورتي اللي هي بعد عمليه السكريشن اللي هي الثانيه، بتقلل من عمليه الري ابزوربشن الثانيه اليوريك اسيد. البروبنسيد اول ما تم استخدامه كان بيستخدموه في الحرب العالميه الثانيه عشان يزود البنسلين يا جماعه، كان اول ما تصنع أو اول ما تصنع واول ما اول ما تصنع واستخدم كان في الحرب العالميه الثانيه، واول ما تصنع كان ما كانش بيقعد في الجسم على طول، كان بيخرج من الجسم بشكل سريع جدا، فكان بيحقنه مع بيحطه مع البنسلين ده البروبنسيد. ليه؟ لان البروبنسيد بيتخانق مع البنسلين على خروج، بيمنع الري ابزوربشن، بيمنع عمليه الخروج بتاعت البنسلين، فبالتالي ايه؟ بيفضل البنسلين موجود في الجسم فتره طويله. فدي من ضمن الحاجات اللي كان بيستخدم معاه البروبنسيد، ان هو بيمنع الاكسكريشن بتاع البنسلين، بيتخانق معاه على السايت اللي هو بيخرج منه، بيحصل سكريشن البنسلين منه. ده بالنسبه لي اول استخدام لي. الانديكيشن اليوريك از يوريك دي هتستخدم امتى؟ هتستخدم لو الزنسين اوكسيديز انهيبيتور كونترا انديكيتد او مش شغال او مش نافعه مع المريض. يعني اول حاجه هستخدمها الزنسين اوكسيديز انهيبيتور، مش نافعه مع المريض او كونتر انديكيتد، يبقى انا هستخدم العيله دي. طب الدوز، البروبنسيل بيستخدم بدوز 250 ملي جرام مرتين في اليوم لمده اسبوع لاسبوعين، بعدين يوقف، بعدين 500 ملي جرام مرتين في اليوم لمده اسبوعين لغايه لما ايه، ابدا اظبط اوصل للتارجت بتاعي. ولكن اول ما ابدا علاج بالبروبنسيل محتاج ان المريض اقول له اشرب ميه كتير واعمل يورين الكنزيش عشان يحسن من عمليه خروج اليوريك اسيد. السفنبرازون الدوز بتاعته نيشن 100 200 مرتين في اليوم، اخدها مع الاكل او وجبات الاكل او مع الميلك، وازود الدوز بتاعتي عشان اوصل 200 ل 400 ملي جرام مرتين في اليوم لمده في خلال اسبوع. ده بالنسبه لي الدوز. في الموست كوم سايد افكتس جي اي ديستربنس الكونتر انديكيشن البروبنسيد يا جماعه كونتر انديكيتد في الناس اللي عندهم كرياتين كليرنس اقل من 50 مللي، اللي هم الكرونج الكدني انسفشنسي او الرينال فيلر، الكرياتين كليرنس بتاعهم اقل من 50، ودي تحذيرات من الحاجات التحذيرات 50 مللي بير مينت. الدراج انتر اكشن البروبنسيد بيتفاعل مع ادويه كتير، ليه؟ لان الادويه دي بتخرج عن طريق اليورين، فهو بيقلل من خروجها، وكده زي ايه؟ زي العديد من المضادات الحيويه زي البنسلين بيتالاكتام انتي بيوتكس العديد يا جماعه، كمان بيقلل الاكسكريشن بتاع الميثوتروكسيت والنابروكسين والكيتوبروفول اندوميسيل السايكلوفير واذر دراجز ادويه ثانيه. سلفابيرازون بيتفاعل بشكل كبير مع الساليسيليت والباراستامول والوارفارين والتوربيوتامايد، بيزود التوكسيست بتاعتهم، خاصه ان الباراستامول ده هيباتو توكسيك والسلفابيرازون ده برده ممكن يبقى هيباتو توكسيك، فبيزود الهيباتو توكسيست. نيجي بقى نتكلم على حاجه اسمها سكندري يوريكز يوريك. ممكن بقى الناس اللي بتذاكر فارماكو ثيرابي يتسال ايه هو السكندري يوريكز يوريك؟ يعني ايه سكندري؟ يعني انا دلوقتي عندي سكند لاين اليوريكز يوريك، عندي البروبنسيد ده الفيرست لاين، في حاجات سكند لاين زي اللوزرتان. ايه لوزرتان؟ اللوزرتان ايه اللي جاب اللوزر ده؟ حاجه انجيوتنسين 2 ريسبتور بلوك، ده حاجه في ادويه الضغط والحاجات، ايه اللي جاب الفينوفوبريت ده ادويه كوليسترول وكده، ايه اللي جاب الحاجات دي هنا؟ الحاجات دي يا جماعه بتستخدم اوف ليبل، يعني في ما هياش ابروفد
للوظيفه دي او للشغلانه دي، ولكن بتستخدم اوف ليبل، ووجدوا ان هي بتزود خروج اليوريك اسيد، وخاصه مش اي حاجه، اللوزرتان والفينوفبريت دي حاجات سكند لاين يتم استخدامها، وممكن الناس اللي بتذاكر فارماكسي بتتسال فيها. طب نيجي بقى لعيله ثانيه، سيلكتيف يوريك اسيد ري ابزوربشن انهبيتور اس يو ار اي، دي عيله جديده خالص ودواء جديد وتصنف في عيله جديده، والكلام ده يعني من 8 شهور بالظبط، ونادر قوي لما تلاقي الموضوع ده بيتشرح في ويب سايت او موجود في كتب محدثه كمان بشكل كافي، نادر قوي لما تلاقي الدواء ده والموضوع ده. ده وحتى في الجايد لاين اللي نزل في 2012 لسه ما اتعملوش ابديت بشكل كافي ان هو يخش معاهم الدواء ده في الجايد لاينز او استراتيجيه العلاج اللي موجوده يعني. طيب الدواء ده يا جماعه احنا بنفرد بيه في حلقتنا، وحصل ان احنا نشرح في حلقتنا، ويعني ده من الحاجات اللي بتاكد ان احنا قد ايه بنتعب في الابديت اللي بنعمله في الحلقات بتاعتنا. سيلكتيف يوريك اسيد ري ابزوربشن هيبتر من ضمن العلاجات اللي هي يوريت لويرنج ثيرابي، ده خيار علاجي. الدواء اسمه ليزنوراد اللي هو زرامبيك، ده تبع شركه استرازينيكا، هي اللي عملت ديفلوبمنت وطورت الدواء ده وانتجت الدواء ده. الدواء ده يا جماعه دواء اول ما توقف عليه في ديسمبر 2015 ده من الاف دي اي، وتوقف عليه في الاتحاد الاوروبي في فبراير 2016. الميكانيزم بتاع الدواء ده الاساسي اللي هو بيعمل انهبت، هو بيزود خروج اليوريك اسيد. اليوريك اسيد ده يا جماعه في حاجه اسمها اليوريك اسيد ترانسبورتر 1، هو المسؤول عن الري ابزوربشن بتاعه، بيشيل اليوريك اسيد بينقله يعني ويدخله جوه الدم مره ثانيه، فهو بيعمل انهبت للترانسبورتر ده اللي هو يوريك اسيد ترانسبورتر 1، فبيعمله انهبت، فمسؤول عن الامتصاص بتاع الماجوريتي بتاعه الرينال ري ابزوربشن بتاع اليوريك اسيد، فاليوريك اسيد هيخرج بشكل كبير. ده بالنسبه للميكانيزم الاساسي او الرئيسي. في ميكانيزم ثاني بيقول ان هو ممكن ان هو بيعمل ايه، بيعمل انهبت للاورجانيك انايون ترانسبورتر 4، وده من ضمن الحاجات مسؤول على اليوريك اسيد ترانسبورتر ايضا، فبالتالي دي من ضمن الميكانيزمات، ولكن الاساسي هو بيعمل انهبت لليوريك اسيد ترانسبورتر 1. الانديكيشنز بتاعه بقى ده مهم جدا مهم، وحاطين خطين تحت كلمه بيستخدم في ككومباينيشن مع، بيستخدم مش لوحده، في كومباينيشن مع الزانسينوكسيديز انهبيتور في علاج الهايبر يوريسيميا اللي ليه علاقه بالجوت، الهايبر يوريسيميا مع جوت، واحد عنده هايبر يوريسيميا مع جوت ومش قادر يوصل للتارجت بتاعه او الهدف بتاعه مع عائله الزانسينوكسيديز انهبيتور لوحدها. يعني واحد خد زانسينوكسيديز انهبيتور لوحدها ومش قادر يوصل للتارجت والهدف بتاعه، اروح جايب الدواء ده في كومباينيشن مع الزانسينوكسيديز، لا يستخدم لوحده، لا يستخدم لوحده، ده الانديكيشن مهم جدا مهم جدا، لا يستخدم لوحده ويستخدم مع الزانسينوكسيديز. الناس اللي عندهم هايبر يوريسيميا مع جوت ومش قادرين، يعني هم الاول خدوا الزانسين ومش نفع معاه، تمام، ده الانديكيشن مهم جدا. الريكومندد دوز بتاعته 200 ملي جرام مره في اليوم مع الزانسينوكسيديز الوبيرونول او في بوكسستين. سايد افكتس بتاعت الدواء ده يا جماعه، هيدك، انفلونزا، اعراض الانفلونزا، تكسير في الجسم كده وحاجات زي كده، انكريز السيرم كرياتينين ليفل، بيعمل حاجه اسمها جاسترو اوزوفيجيال ريفلكس ديزيز اللي هو الجارد اللي هو اتجاع الحمض المعدي ده، والحاجات دي بتبقى ملحوظه قوي لو استخدم لوحده، لو استخدم لوحده بدون هيبقى الاعراض دي شديده جدا. كونتر انديكيشن يا جماعه مع السيفير رينال امبيرمنت، كرياتينين اقل من 30 مللي بير مينيت، تيومرلايز سيندروم، ليشنهان سيندروم، دي من الحاجات الكونتر انديكيشنز للدواء ده، والامراض دي اصلا بتزود اليوريك ليها اعراض هايبر يوريسيميا، فانا مش هينفع استخدمها مع الهايبر يوريسيميا بتاعت الامراض دي. طب الاف دي اي وورنينج، تحذيرات مهمه جدا، بيعمل رينال ايفنتس، يعني ايه؟ بيعمل فشل كبدي، فشل كلوي حاد، اعراض الفشل الكلوي حاد، وخاصه لو استخدم بيستخدم لوحده، لذلك احنا ما بنستخدموش لوحده. لو تم استخدام الدواء ده لوحده يا جماعه بيعمل رينال ايفنتس، لو تم استخدام الدواء لوحده ده يا جماعه بيعمل ايه؟ طب حاجه كمان وورنينج، كارديو فاسكولار ايفنتس، ما ينفعش واحد عنده مشاكل في القلب وتجلطات واستخدم معاه الدواء ده. ده كده شرح وافي للدواء الجديد ده. نيجي بقى نتكلم على حاجه، مجموعه اخرى بعد كده ننتقل لمجموعه اخرى، هي الريكومباينانت يوريت اوكسيديز. اليوريت اوكسيديز ده اسمه انزايم، ممكن نقول عليه اسم تاني يوريكيز، يوريكيز نفس الاسم بتاع الانزيم اللي هو يوريت اوكسيديز. ريكومباينت يعني بتصنع بيه، ريكومباينت دي نيو تكنولوجي او ريكومباينت طريقه ريكومباينت، فاحنا هنصنع انزيم وبعدين نبدا نديه للمريض. الانزيم اسمه يوريت اوكسيديز، انا سمعته فين ده؟ انا سمعته في اول الحلقه لما قلت لك البيورين لما بيحصل بيتكسر بيتحول لزنسين، زنسين اوكسيديز تحول يوريك اسيد اللي بيمنع زنسين اوكسيديز عندنا في بوكس ستيت البيورينول، لغايه هنا في الهيومن ده الاند برودكت، ده اخر خطوه تكوين اليوريك اسيد. قلنا في حيوانات ثانيه وكائنات ثانيه اليوريك اسيد ده بيتحول لماده هاي سولوبل بتخرج بسهوله، الالنتوين، والالنتوين دي يا جماعه من ضمن الحاجات اللي هي ناتجه من اليوريك اسيد في بعض الكائنات الحيه بخلاف الانسان. طيب ايه اللي بيعمل كده؟ الخطوه دي انزيم يسمى يوريت اوكسيديز انزيم،
قام راحوا مفكرين وقالوا طب ما تيجي نعمل الانزيم ده بره ونحقنه للانسان، ولما نحقنه للانسان هيحول اليوريك اسيد ده ويحوله للالانتوين ده، والالانتوين ده يخرج بسهوله عن اليوريك اسيد مش قادر يخرج معاه وزياده. ده فكره حلوه وجميله. راحوا عاملين دوايين عباره عن ريكومباينانت يوريت اوكسيديز او يوريكيز. طيب اول دواء معانا هو البيج لوتيكيز. البيج لوتيكيز ده بيج جاي من بيج بولي سيلين جلايكول، والبولي سيلين جلايكول ده مرتبط بالنوع ده من بالشكل ده من الانزيم عشان يطول مفعوله، يعني يستخدم لمده اسبوعين بدل ما يقعد يستخدم اكتر من مره في الاسبوع، لا لمده اسبوعين عشان يطوله من فتره وجود الدواء في الجسم. طيب البيج لوتيكيز ده بيبقى عباره عن بولي سيلين جلايكول كونجيوجيتد بالريكومباينت يوريك اوكسيديز انزيم. ده توفي عليه في 2010. فكان من ضمن الحاجات اللي احنا شرحناها، كنا لسه شارحين الحاجات الجاوت شرحناها قبل كده في الموسم بتاع 2012، وكنا شرحنا الحاجات دي يعني كان انفراد بقى وحصر وكده، دلوقتي خلاص الحاجات دي بقت قديمه قوي يعني. الدواء ده توفي عليه في 2010. الانديكيشن بتاع الدواء ده بيستخدم في، شوف بقى الانديكيشن مكتوب ايه، سيفير ريفراكتوري ريزيستنت كرونيك جاوت، يعني واحد عنده سيفير. سيفير يعني ايه؟ يعني الجاوت عنده متشخص كسيفير في اكتر من جوينت، والاكتر من في اكتر من جوينت او موجوده في جوينت واحده، ولكن ايه؟ انستيبل، انستيبل ديزيز. فاكرين لما قسمنا السيفيريتي يبقى ده سيفير ريفراكتوري. يعني ايه ريفراكتوري؟ يعني مش نافع مع اي حاجه، جربت كل حاجه مش نافع. ريزيستنت وكرونيك جاوت، عنده توفي وعنده بلاوي ومش نافع معاه. يبقى ده شايفين الانديكيشن واضح، ما يجيش واحد عنده، الانديكيشن واضح. الدوز 8 مللي جرام اي في انفيوجن كل اسبوعين. الورنينج تحذيرات هامه جدا 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 جدا، ده دواء يا جماعه متصنع بره، انزيم متصنع بره، الجهاز المناعي ممكن يلقطه كده ويعتبره جسم غريب ويروح هوب مهاجمه يعمل لي بلاوي، اوب الشخص ده يموت. وده طبعا تفاعل حساسيه، هيبقى مش اي تفاعل حساسيه، ده جايب له انزيم جديد خالص عليه وداخل الجسم كده، يعني داخل الجهاز المناعي اتعرف عليه، هو انتيجين انتي بودي رياكشن دي انافيلاكسيس، ممكن ما نلحقوش كده. يبقى الشخص ده عايز في تحذيرات، الشخص هياخد الحقنه ياخدها فين؟ في العنايه المركزه او عند الطبيب في الغرفه المخصصه، ياخدها، ياخد قبلها انتي هيستامين، ياخد قبلها كورتيكوسترويدز، ياخد قبلها كورتيزون وانتي هيستامين قبل ما ياخد الحقنه. اللي هيديله الدواء ده دكتور الروماتويد، هو اللي هيديله الدواء ده مش الممرضه، دكتور الروماتويد، وهيتابع الحاله وهيفضل موجود في 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 المستشفى او في الغرفه المجهزه عشان نراقب تفاعل الحساسيه اللي ممكن يحصل. دي كلها تحذيرات لازم تبقى عارفها. طيب الناس اللي عندهم انيميا الفول، اللي هم الناس اللي عندهم جلوكوز 6 اوكسيد دي هيدروجينيز ديفيشنسي، ممكن يحصل لهم هيموليسيس ويموتوا فيها، ما ينفعش معاهم الدواء ده. ده بالنسبه لي اول دواء معانا. في تاني دواء معانا الراسبيروكيز. الراسبيروكيز ده ريكومباينت يوريت اوكسيديز انزيم، ده توفى عليه في 2009. الدواء ده بقى الانديكيشن بتاعه مختلف شويه، بيعالج الهايبر يوريسيميا الناتجه من التيومر لايز سيندروم. يعني ايه تيومر لايز سيندروم؟ واحد بياخد كيموثيرابي، واحد عنده كانسر زي الليوكيميا، انواع الليوكيميا وانواع الليمفوما، الحاجات دي كلها من انواع السرطانات، لما بنيجي نستخدم معاها كيموثيرابي بيبدا الحاجات دي تتكسر وتخرج لي بيورين كتيره، فاليوريك اسيد بيبقى عالي. فانا بستخدمها فين؟ في تيومر لايز سيندروم. دي تيومر لايز سيندروم دي السيندروم الناتجه من تكسير التيومر، الخلايا التيومر. طيب الدوز بتاعت الدواء 2.10 مللي جرام بالكيلو جرام، 30 منت لمده انفيوجن، 30 منت بيتاخد في اليوم ولمده 5 ايام، مره واحده في اليوم لمده 5 ايام. ده الكورس العلاجي بتاع الراسبيروكيز. التحذيرات نفسها، انفايلاكسيس، هيموليسيس، ممكن يحصل هيموليسيس، او ممكن بقى ايه ليه علاقه كده ان هو ممكن يعمل حاجه اسمها انيميا، دي زياده هيموجلوبين في الدم، اللي هو الهيموجلوبين بيبقى ايه الاف اي 3 مش 2 اللي هو الفيريك مش فيروس. ده بالنسبه للراسبيروكيز. كده يا جماعه يبقى احنا انتهينا من حلقتنا النهارده. اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم، ولكن قبل ما نقفل مع بعض كلامنا محتاجين نروح فقره الصيدليه. فقره الصيدليه هنشوف مع بعض الكورتيكوسترويدز اللي هي الكورتيزونات بقى اللي انا قلت لكم عليها، الدوز باك اللي هو الدوز باك اللي هو زي ما احنا شايفين دي الجرعه بتاعت اول يوم 6 اقراص نفس التركيز 4 مللي جرام، وبعدين الجرعه اليوم الثاني 5، وبعدين 4 3 2، وفي اخر يوم 1. دي الجراديولي بيحصل ايه؟ ان هو درابد جراديولي. ده الشكل اللي انا كنت عايز اوريه لكم. عندنا الكولتشيسين، ده الكولتشيسين المصري، ممكن العلبه شكلها تغير شويه. عندنا الاليبرينول، عندنا الزيلوريك، نفس الشركه جي اس كي بس منزلها عندنا في زيلوريك. في دول ثانيه زيلوبريم، ده دول ثانيه موجود عندنا تركيز 100 تركيز 300.
نيجي بقى الفيبوكس ستيت. فيبيوريك ده البراند الاصلي اللي بره، الفيبيوريك ده بتاع حكمه عندنا، ده الفيبوكس ستيت ده بالنسبه لي. وفي حاجه اسمها يولوريك، دي برضو براند اخر من الحاجات اللي موجوده بره. ده بالنسبه للفيبوكس ستيت، دي العيله اللي هي ايه، زانسين اوكسيديز انهبيتورز. ده الدواء اللي بنفرد في حياتنا النهارده اللي هو ليسونوريد، ده اللي هو زورامبيك، ده بتاع شركه استرازينيكا، ده الدواء الجديد اللي اتكلمنا عليه. نعرف لا يستخدم لوحده، يستخدم مع زانسين اوكسيديز انهبيتورز. وعرفنا كل حاجه عن المعلومات اللي ممكن نحتاجها، ده البيجلوتيكيز، ده الكريستكسا، ده على فكره في حاجات كده بعض. هو ده بيستخدم طبعا مع حالات نادره قوي، وفي ناس يعني سالت عليه كتير قوي، مش متوفر يعني، غالي قوي. وبعدين على فكره غالي، من الحاجات الغاليه غاليه، الحاجات اللي هي الريكومباينت يوريت اوكسيديز دي حاجات غاليه قوي. ده الريسبيروكيز اليتك، ده من بيبقى في مراكز السرطان وكده بيتاخد، وساعات بيبقى ناقص والناس بتسال عليه. يعني عندنا سوق الدواء في مصر يعني يلا. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم يا جماعه، وان شاء الله تقابل في حلقه جديده. اتمنى ان الحلقه تكون يعني عدلنا بعض المفاهيم شويه وفيها معلومات جديده عليكم، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. كان معكم دشان حسن دشان، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.